صباح التفاؤل وصباح ان شاء الله النصر النهارده باذن الله. يوم جديد وعشاء صبح في الاهلي النهارده الثلاث 16 فبراير 2021 ان شاء الله كده يبقى يوم مليء بيعني الخير والنصر زي ما احنا قلنا، وتبقى مباراه كمان حلوه وقويه ونشوف لعبه حلوه تليق كمان بالنادي الاهلي. صباح الفل. صباح العسل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، اهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي في وسط اجواء شتويه. طبعا نهاوند بقى لها فوق الشهر ونص شهرين عماله تفرك على اجواء شتويه اهو. يعني مطر تلاقي يعني هوا تلاقي يوم. بس بصي المنظر ده عامل جميل زي. جميل يعني بجد هي دي الاجواء الشتويه اللي احنا مفروض واخدين عليها طول عمرنا في مصر. كان واضح فعلا الكلايمت تشينج او يعني التغيير في المناخ هو اللي اثر بشكل سلبي. احنا نشوف يمكن لغايه الايام اللي فاتت كانت درجه الحراره 29 و26 في بعض المحافظات، ويمكن كمان في القاهره كان الجو مشمس جدا صباحا. كان اقرب للربيع. بجد كان جو ربيع. على كل حال هنشوف الجو ده هيفضل معانا قد ايه، فيعني بس طبعا حاجه اعتقد محبي الشتاء يحبوها، يعني انا من الناس دي. النهارده بقى معانا فقرات، خلينا كده ننوه في بدايه مع حضراتكم ايه الفقرات اللي معانا. فقره التغذيه اللي ناس كتيره جدا بتبقى بتسال عنها لان بيستفيدوا من بعض المعلومات اللي بتجيلهم كده بطريقه سريعه وسهله، يعني من خلال الخبراء اللي هيكونوا معانا. هي خبيره التغذيه امنيه فوزي هتكون معانا في الفقره دي، وابعتوا لها على فكره من دلوقتي لو عايزين يعني اي اسئله معينه ممكن ان احنا نسالها لها في خلال الفقره. الفقره الثانيه، بما ان احنا بنتكلم طبعا النهارده عندنا ماتش مهم جدا الاهلي والمريخ، فهيبقى معانا فقره دكتور احمد بيومي محلل اداء بقناه الاهلي اللي كان منورنا قبل كده، وهو دايما بيكون منورنا بصراحه كمان على التليفون، والتحليلات المهمه اللي هو يعني بنستفيد بيها ونشوف كده الرؤيه النهارده ان شاء الله هتبقى عامله ازاي. وزي ما بنبدا دايما ونقول خلاص يعني الاهلي عندنا بيمشي وفريقنا معودنا هو بيمشي مرحله مرحله، يمكن المرحله اللي فاتت كانت مرحله الحمد لله ناجحه جدا، احنا عايزين نبص بقى على اللي جاي. والنهارده هنبدا اولى مبارياتنا في منافسات الجوله الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. زي ما بنقول عينينا على العشر، مباراة مهمة للأهلي أمام المريخ السوداني النهاردة الساعة 9 مساء تحديدا. المباراة دي هتكون على استاد القاهرة وكلنا أكيد منتظرينها. الأهلي على أتم استعداداته واختتم كمان اختتم تدريباته امبارح، وموسيماني عقد محاضرة بعد كده مع الفريق عن بقى الجوانب الفنية والخططية اللي بيجهز لتنفيذها خلال مواجهة المريخ. خلينا نقول تاني ان شاء الله الفوز يكون من نصيب الاهلي علشان فرحتنا كده تكمل. طبعا كلنا منتظرين النهارده ان شاء الله ان احنا نتفرج على ماتش قوي، مباراه قويه للنادي الاهلي، وخصوصا بعد عودته من المونديال وهو حاصل على الميداليه البرونزيه. الجدير بالذكر يا حضرات ان امبارح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اعلن قائمه النادي الاهلي لمواجهه المريخ السوداني، وضمت محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، احمد رمضان بكم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، بدر بنون، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، سعد سمير، اكرم توفيق، والتر بواليا، جونيور اجاييه، واخيرا وليس اخيرا محمد هاني. وان شاء الله كلهم يكونوا جاهزين تماما لخوض هذه المباراه اللي ان شاء الله هتكون مباراه قويه ومهمه بالنسبه لنا بطبيعه الحال. صحيح، وامبارح كمان كان في مؤتمر صحفي لباتسو موسيماني قال خلال المؤتمر ده تحديدا ان الفريق خاض مواجهات قويه وخاض كمان مواجهات في كاس العالم للانديه تحديدا، هو كانت تجربه موفقه استفاد منها الفريق بشكل اكيد كبير ونجح في قياس مستوى الجميع مقارنه مع الاخرين، وهو ما اظهر كده العديد من الجوانب بقى للعمل عليها. اتكلم كمان عن الغيابات وقال ان خيارات الفريق قبل المباراه تاثرت بالمشاركه في مونديال الانديه نتيجه الغيابات والاصابات بطبيعه الحال يعني، وان الاهلي لا يبحث عن مبررات خاصه ان المجموعه كلها قادره على تعويض اي غيابات، والجهاز الفني كان بيضع ذلك في حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات. موسيماني قال كمان ان مواجهات النادي الاهلي امام فرق السودان بشكل عام دايما ما بتكون مواجهات صعبه وقويه، لكن قال ان احنا عندنا ميزه هي ان احنا هنخوض اول لقاء على ارضنا، لكن سنواجه فريق صعب حصل على راحه اكبر ومميز بدنيا ولا يعاني من اي غيابات، لكننا في النادي الاهلي لا نتحدث عن اعذار واتوقع ان نقدم نتيجه ايجابيه. طبعا النسخه الحاليه من البطوله بتضم فرق قويه جدا وستشهد نفس الصعوبات طبعا المعتاده نحو الفوز باللقب، لكن النادي الاهلي متعود على مواجهه النقص العددي سواء بسبب الاصابات او فيروس كورونا. لعيبه النادي الاهلي دايما على قدر المسؤوليه ودايما لديهم ما يكفي لمواجهه الظروف الصعبه. كمان اشار موسيماني الى ان تركيز الجهاز الفني كان منصب خلال الفترة اللي فاتت على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وإنه وقتها ما كانش في أي مجال للحديث عن أي
امور مستقبليه في الوقت الراهن. التركيز حاليا هيكون موجه خلال الفتره اللي جايه يعني على التعامل مع كل مباراه بشكل مستقل دون اي استباق للاحداث. كلام مظبوط. وكمان في المؤتمر الصحفي سعد سمير مدافع الفريق اتكلم قال ان امبارح يعني قال ان الفريق حقق العديد من المكاسب من خلال المشاركه في كاس العالم للانديه اللي بتعد نقطه انطلاقه جديده بيسعى لاستغلالها في البطوله الافريقيه عشان الحفاظ على اللقب هذا الموسم والوصول كمان للنجمه العاشر. كمان قال ان الاهلي بيسعى للتطوير من ايجابياته بعد كاس العالم للانديه وتفادي اي سلبيات، وزي ما تعودنا الأهلي بيسعى لاستغلال الحالة الفنية والمعنوية للاعبين في تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات الأفريقية. فريق المريخ وصل للقاهرة مبكرا استعدادا لهذه المباراة، وطبعا متوقع زي ما كنت بقول لكم ان شاء الله تكون مباراة قوية الى حد كبير. وزي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي، قال ان الفريق قدامه مباراة صعبة في ظل سعي جميع الفرق في دوري المجموعات لتحقيق نتائج ايجابية، لكن زي ما الاهلي عودنا دايما ان اي بطولة او اي مكسب بيتحقق بيكون عبارة عن صفحة بتتقفل عشان نبتدي صفحة جديدة ونصر جديد. ده اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، واكد ان النادي الاهلي بيتعامل مع بطوله افريقيا على مراحل، وان الفريق بيركز في كل مباراه على حده وبيتعامل معاها وفقا لظروفها والتحديات اللي بتواجه النادي الاهلي في البطوله بشكل عام. طبعا كلنا ثقه في جميع اللاعبين وخبرات اللاعبين ان شاء الله حتى في حاله وجود غيابات، احنا واثقين ان باذن الرحمن الفوز هيكون حليف النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. احلى حاجه بتميز الاهلي فعلا يا كريم ان انت بتتكلم في انت بتحقق انتصار وبتخوض بطوله وبما فيها بقى يعني من كل حاجه، من ايجابيات وسلبيات وجهد وبذل يعني كل حاجه، ولكن انت حتى بعد ما بتفوز انت بتعدي بقى، انت عايز تخش على المرحله اللي بعد كده. دي دايما الكلمه اللي احنا بنسمعها من مجلس اداره كمان النادي الاهلي، يقول لك خلاص الصفحه دي خلصت، مش عايزين ان احنا نقعد نحتفل بشكل كبير، احنا عايزين نبص فيما هو قادم. دي بتعلمك ان حتى الفرح حتى الحزن ليه وقت، لازم تبص بعد كده لقدام. ايوه بس كده النادي الاهلي مفرهدنا وراه، يعني احنا ما بناخدش وقتنا كافيا للاحتفال. اه والله يعني عايزين نجهز بالاعلام والحاجات ما بنلحقش، قال لك لا اطفي يعني اقفل الصفحه وخش على اللي بعده، فما فيش مساحه وقت كافيه للاحتفال بالانتصارات. ما هو بسم الله ما شاء الله من كتر ما هي متفائله. بالظبط. على كل حال اكيد مفيش شك بقى لو هنتكلم هنا عن المريخ السوداني هذا الفريق، وكمان السوداني احنا بنتكلم، بس لو المريخ السوداني اكيد في اخوه بتجمع بين الاهلي والمريخ السوداني بشكل كبير جدا، علاقات كمان بتربط بين الناديين قديمه، عشان كده احنا بنتكلم مش غريب ان احنا لما نسمع او نشوف ان نادي المريخ السوداني ان هو يكون حريص على تهنئه النادي الاهلي بالتتويج بالميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه، وده فعلا اللي حصل. قام عمر محمد عبد الله عضو مجلس اداره المريخ السوداني ورئيس بعثة الفريق في القاهرة بإهداء العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي درع النادي السوداني بهذه المناسبة. وقال رئيس بعثة المريخ السوداني في مصر إن الأهلي المصري شرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية في مونديال الأندية كعادته دائما، متمنيا أن يسير نادي المريخ والأندية السودانية على درب الأهلي المصري في الصعود لمنصات التتويج في كافة المحافل الدولية. طبعا من قديم الأزل في علاقات أخوة بتربط ما بين الشعبين، الشعب المصري والشعب السوداني، وعلاقات طيبة بتربط ما بين النادي الأهلي ونادي المريخ السوداني، وإن كان ده طبعا ما ينفيش إن دايما بنشوف إن أي لقاء ما بيننا وبين أي فريق سوداني كما قيل من قبل بتكون دايما لقاءات قوية جدا وفيها ندية. عشان كده نادي المريخ السوداني بمناسبة الكلام عن حفاوة استقبال النادي الأهلي ليه، نادي المريخ السوداني وجه الشكر للنادي الأهلي على هذه الحفاوة الملحوظة في الاستقبال وعلى حسن الضيافة وعلى تلبية كافة متطلبات الفريق منذ وصوله إلى القاهرة. كمان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي رحب بالوفد السوداني وأكد أن هم في بلدهم الثاني مصر، وقام بإهداء رئيس بعثة المريخ درع وعالم النادي الأهلي تقديرا وتكريما لهم متمنيا لهم كل التوفيق. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي لقاء مراسلنا فاروق صلاح مع نصر الدين النابي المدير الفني لفريق المريخ السوداني ونرجع نكمل كلامنا. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني قبل ساعات من مواجهة قوية بتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن نصر الدين النابي المدير الفني لنادي المريخ السوداني. في البداية كابتن نصر بنرحب بيك في مصر ونقول أهلا بيك في بلدك الثاني. مواجهة قوية جدا بتواجه فريق النادي الأهلي، النادي الأهلي منتشي وبعد ما حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، شايف اللقاء إزاي؟ شكرا. أولا أبارك النادي الأهلي المركز الثالث، صراحة أسعدنا كعرب وأفارقة
بالنسبة للمباراة أظن أنها مباراة فرصة كبيرة لنادي المريخ ولي شخصيا لمقلقات يعني ثالث العالم. صراحة ننتظر باش تكون مباراة جميلة حماسية بين أبناء النيل، بين أشقاء سودانيين ومصريين. ومهما كانت النتيجة احنا صراحة متيقن اللي حنكونوا كسبانين عدة أشياء، عدة نقاط إيجابية بعد هذه المباراة. كابتن نصر الدين، يعني من كلام حضرتك في المؤتمر الصحفي مدرب واقعي، عندك واقعية جدا، شايف النادي الأهلي، شايف المواجهات اللي بتجمع ما بين الدول الفرق العربية، وحضرتك مدرب تونسي ومن يعني من دولة تونس وشمال إفريقيا، أكيد عارف طبيعة المباريات العربية بتبقى إزاي. والله لذلك انا سعيد جدا باش نبدا المشوار يعني الدوري الابطال ضد النادي الاهلي، وما عندناش اي ضغط. هي مباراه اجواء اشقاء، لاعبتي متحمسين في اتم الجاهزيه، حتى وان لم تكن جاهزيه بدنيه فهي جاهزيه ذهنيه لملاقات نادي الاهلي. وسعيد جدا ايضا عندي لعيبه كنت دربتهم في النادي الاسماعيلي العظيم، يعني دربتهم في النادي الاسماعيلي ومتواجدين هنا مع الاهلي، فسوف اكون مسرور جدا للقائهم ومسرور جدا لملاقات من جديد كابتن سيد، وعندي عده اصدقاء في النادي الاهلي. يعني التونسي نصر الدين النبي زي ما احنا تابعنا كده، هو على فكره تولى من فتره قصيره يمكن 10 ايام او حاجه زي كده اداره، يعني ان هو يكون مدير فني للمريخ السوداني، فهي طبعا تحدي ليه كبيره جدا. ومن تصريحاته كمان اللي احنا كنا تابعناها امبارح، هو بيتكلم انا مش عارف القرعه يعني ظلمتني ولا لا، ولكن انا سعيد طبعا بمواجهتي للنادي الاهلي، يعني ثالث اكبر نادي في العالم زي ما بيتقال، صاحب البرونزيه ان هو راجع كمان، وهزر كده في النص كان بيقول يعني نتمنى يكونوا اللعيبه منهكين على سبيل الدعابه، يعني بيهزر، لكن طبعا هو قال ان هو سعيد واكد طبعا ان هو سعيد جدا لمواجهه الاهلي. صحيين وفايقين وزي الفل وهياكلوا النجيل وهيولعوا الدنيا في الملعب ان شاء الله. ويمكن كمان لو اتكلمنا عن المريخ السوداني في المباريات الاربعه الاخيره، هو تعادل في ثلاثه ويعني انتصر او فاز في مباراه منهم، فده برضو الصوره او دي الصوره الكامله عن الخصم اللي احنا ان شاء الله هنواجهه النهارده، يكون الفوز اكيد اهلاوي. على كل حال زي ما بنتكلم النهارده مع انطلاقه بقى حلم العشره، عايزين نطمن على نجومنا الغايبين، زي ما احنا سمعنا في بعض الغيابات للاسف الشديد، وكواليس كمان مهمه ان احنا نعرفها عن عوده بعض النجوم ومجهودات كبيره عملها كمان الجهاز الطبي خاصه في مونديال الانديه. خلينا كده ناخد على التليفون ونعرف تفاصيل اكتر. معانا الدكتور عبد المجيد ابراهيم، استشاري العلاج الطبيعي للفريق الاول لكره القدم واحد اعضاء الجهاز الطبي المرافق للاهلي بكاس العالم الأندية. يا دكتور بصبح على حضرتك في البدايه، وسعداء بوجودك معنا على التليفون انا وكريم في 10 الصبح في الاهلي. اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير وتحياتي للاستاذ نعوان والاستاذ كريم، وتهنئه لجمهور الاهلي بالفوز بالبرونزيه ان شاء الله. مبروك علينا طبعا البرونزيه، وخليني اروح مع حضرتك لو بقى كده نبدا من فكره هنا حصولنا على البرونزيه واللحظات الصعبه اللي احنا بنتكلم يعني قدرتوا ان انتوا تعدوها، والاستعدادات بقى اللي ان شاء الله هتكون في المباراه اليوم، اتفضل يا فندم. طبعا احنا مسافرنا لكاس العالم للانديه كان بيواجهنا تحدي ان احنا في ثلاث لعيبه اساسيين وعناصر اساسيه في الفرقه كانوا متصابين قبل المباراه اللي هي اللي قبل السفر على طول، اللي هو محمد هاني وحسين الشحات وكابتن وليد سليمان. طبعا يعني دورنا كان مهم جدا في الفتره اللي هي قبل الماتش الاولاني ان احنا نحاول نجهز اللعيبه الثلاثه. نجحنا الحمد لله ان محمد هاني وحسين الشحات يشاركوا ويظهروا بشكل جيد، وان كان كابتن وليد سليمان يعني ما رضناش نجهز بيه وقلنا عشان نحافظ عليه كلاعب كبير ان احنا عشان ما اصابته ما تطولش، تفضلنا ان احنا ما يشتركش يعني في البطوله وكده. طيب اتفضل يا دكتور، اتفضل. طبعا برضو جاء قبل المباراه الاولى بالتمرين قبل الاخير المباراه الاولى برضو بدري بنون اتصاب في الانكل، وده برضو كان عمل لنا يعني مشكله ان احنا ازاي بقى نجهزه في اليومين دولت بنحاول يلعب
وبدون مشاكل بالنسبه لاصابه الانكل يعني. والحمد لله يعني بفضل الله نجحنا في ان احنا نحاول ان هو هيبقى على المباراه اللي بعدها بيومين ان هو يكون جاهز. والحمد لله نزل بدري بنون وادى بشكل كويس في الثلاث مباريات وكان يعني عند حسن ظن الجماهيري. الحمد لله. طيب دكتور عبد المجيد خليني اروح مع حضرتك كمان لهنا. فكره عوده جونيور اجاييه كان ليها برضو كواليس كتير ومشاركته في المونديال كان ليها برضو او كان وراها جهد كبير، فممكن حضرتك تكلمنا على الجزئيه دي يا فندم؟ طبعا جونيور اجاييه ده لاعب من اللعيبه المؤثره والمهمه في الفرقه، وده اتصاب في ماتش الزمالك اللي هو النهائي قبل البطوله بحوالي شهر ونص، وكان بالنسبه للاصابه بتاعته هو طبعا الاصابه بتتخلق في الوتر الوحشي اللي هو بيمر يعني بجانب العظم في الشظيه، وكان يعني بتخلع من المسار بتاعه، فكان في راي ان يتم جراحه، وفي راي برضه بيتكلم على انه ممكن يتعالج علاج تحفظي ما دون الجراحه. والحمد لله يعني احنا يعني خدنا الراي اللي هو التحفظي، وطبعا برضو اكدنا باستشارات في اوروبا وبتاع يعني اكدوا لنا ان العلاج التحفظي في الحاله اللي زي كده كويس وممكن يعني في خلال شهر ونص يلحق، وده كان هدفنا يعني ان هو يلحق مباريات كاس العالم للانديه. والحمد لله ربنا وفقنا وشارك جونيور اجاي في الماتش الاخير اللي هو تحديد الثالث والرابع وظهر بشكل جيد جدا وكان صحيح. يعني طمنا عليه لله. الحمد لله. دكتور صباح الفل على حضرتك، وبنسعى بقى للمزيد. احنا بنكلم المصدر الرئيسي للمعلومات في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها طبيب الفريق. اولا تحياتنا لحضرتك وتهانينا ومجهوداتكم المحموده الحقيقه بتؤتي ثمارها في كل مره وبترجعوا لنا دايما سالمين غانمين محملين بالانتصارات. ف من حضرتك يا ريت تطمنا على الغائبين ايمن اشرف وطاهر محمد طاهر وعلي معلول ووليد سليمان، اخبارهم ايه؟ هو طبعا في اخر مباراه طبعا ايمن اشرف وطاهر هم حسوا باجهاد في العضله الخلفيه، احنا فضلنا يعني ما يشاركوش في المباراه اللي هي انما الاصابه الحمد لله مش كبيره، وان شاء الله يعني ياخد فرصه للاستشفاء بشكل يعني كويس بحيث ان هو يشارك في المباراه اللي بعد كده ان شاء الله باذن الرحمن. بالنسبه لعلي معلول كان اتصاب في ماتش بايرن ميونخ، وعلي معلول يعني كان في شد من الدرجه الثانيه ويعني برضه نفس الكلام يعني قدامه حوالي يعني من 10 ايام لاسبوعين تأهيلي اللي هو كنا مستنيين فيه من قبل السفر واثناء السفر وهيستمر فيه بعد ما رجعنا هيكمل. محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي امتى هنرجع نشوفهم في الملعب ان شاء الله يا دكتور؟ طبعا دولت الاصابات اللي هي الكبيره اللي كان فيها جراحه وجراحات كبيره، يعني محمود متولي اتعور في نص 8/2020 بقى له حوالي 6 شهور، هو دلوقتي بيستكمل البرنامج التأهيلي، وطبعا البروتوكول بتاع الرباط الصليبي دلوقتي في اوروبا في العالم كله بيبقى من يعني 6 لـ9 شهور، فمحمود متولي بيستكمل برنامجه التأهيلي ولازم يمر بعد الفتره الزمنيه اللي هي المقرره في بروتوكول العلاج بتاعه يعني. تمام. محمد محمود برضه تعرض يعني طبعا لسوء توفيق كبير لانه جاله اصابه في الرباط الصليبي الامامي للركبه اليمين، وبعد كده اتصاب في الصليبي للركبه الشمال، ولما جه يرجع وبدا يخش في التدريبات الجماعيه اشتكى بالركبه اليمين فاتضح ان فيها قطع في الغضروف الداخلي، فتم خياطه الغضروف وهو دلوقتي ماشي في البرنامج التاهيلي بتاعه، وهو دلوقتي في الشهر اعتقد الشهر يعني الشهر الثالث او الرابع، وهو مستكمل برنامج التاهيلي هينزل ان شاء الله، ويعني هو في المراحل النهائيه هو وكريم نيدفيد يعني. ان شاء الله بنتمنى طبعا كل السلامه والشفاء العاجل لكل اللعيبه المصابه. واخيرا يا دكتور بعد اذن حضرتك اخر سؤال، يعني لان طبعا يعني اللي بيتابع النادي الاهلي وخصوصا في الفتره الاخيره هيلاقي ان الاهلي كانه كان في خلاط، بيطلع من بطوله على بطوله من ماتش على ماتش وسفر ومعسكرات ومباريات قويه جدا مع مدارس كرويه مختلفه، البعض منها بيكون كمان بيعتمد على الالتحامات القويه اللي بينتج عنها بطبيعه الحال الكثير من الاصابات. الملف ده بتتعاملوا معاه ازاي؟ يعني ايه اللي بتقدروا تعملوه عشان تتجنبوا النوع ده من الالتحامات اللي بينتج عنها اصابات قويه؟
طبعا طبعا الاصابات دي قانون في كره القدم، يعني عشان ايه نبقى عارفين، لان طبعا ضغط المباريات هيخلي عضلات تجهد، فالعضلات بعد ما يحصل اجهاد ممكن يحصل شد ويحصل نزق وحاجات زي كده. فهي بنحاول احنا نقلل بقى احتماليه الاصابه في برامج للوقايه من الاصابه من الاساس، بنحاول نعملها للعيبه حاجات في الجيم بيعملوها يعني بحيث ان هو يقي نفسه من الاصابات. في بقى حاجات في ضغط المباراه بنركز على موضوع الاستشفاء، بنقوم يعني وطبعا النادي موفر لنا استشفاء على اعلى مستوى، ولما يكون مسافرين وكده بيبقى برضه معانا حاجات تساعدنا على الاستشفاء. النقطه الثانيه ان يعني بيبقى محتاجين ان هم يعوضوا الحاجات اللي بيسيبوها اثناء المباريات زي السوائل وزي الاملاح المعدنيه، بيزودوا حاجات يعني بيسموها ايه مكملات غذائيه وسبلمنت يعني عشان يعوض اللي هو بيفقده. اللعيبه الحقيقه ملتزمه جدا، وبرضه من بيحاولوا يحافظوا على نفسهم، ما يشعروش، ويناموا كويس بحيث يساعدهم ده على الاستشفاء بشكل كويس. طبعا السفر بيبقى فيه برضه احتياطات في السفر، اثناء السفر بيبقى طبعا بيصدق السفر ان احنا بنبدا تطعيمات وحاجات عشان نجهز يعني نحافظ على اللعيبه من العدوى اللي موجوده في الماتشات خصوصا الافريقيه. وبرضه بيبقوا يعني والنادي بيوفر للفريق يعني سبل الراحه في ان هو بيوفر في احيان كثيره طائرات خاصه اللي هي بحيث تمنع الارهاق عن اللعيبه. يعني دي بعض الحاجات اللي ايه الخطوط العريضه اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبه لضغط المباراه والسفر يعني. رائع جدا دكتور عبد المجيد، يعني حقيقي استفدنا بالمداخله دي، واكيد جمهور الاهلي كمان استفاد بالمعلومات دي وطمن على بعض اللعيبه. بنشكرك جدا يا فندم على هذه المداخله، يمكن كلام في غايه الاهميه. وبرده لما نيجي هنا نربط بقى، لان في كمان يعني لما تيجي تتكلم عن اجهاد بدني وبعدين نطمن على الشق البدني، كمان بيبقى فيه اجهاد نفسي كبير جدا، ويمكن ده اللي اكد عليه باتسو موسيماني في التقرير. قال انا بشتغل كمان في المؤتمر الصحفي قال انا بشتغل على الجانب النفسي، ان انا لازم احسس اللعيبه بتوعي فعلا ان هم نفسيا كمان يعني جاهزين. فيمكن ده احنا لمحناه او لاحظناه من بدايه اصلا تعيين باتسو موسيماني في فكره هنا اداره الفريق، فاعتقد ده ملموس جدا. احنا بنتمنى المزيد والمزيد من التالق حقيقي لفريقنا باذن الله. ان شاء الله اللي انت بتقوليه ده كله يؤتى ثماره او تؤتى ثماره الفتره اللي جايه، والعشره يا اهلي بقى ان شاء الله. مش بعيده ابدا يعني في طريقها. طيب بما ان احنا بنتكلم عن حاله مختلفه الى حد ما، ويمكن من الايام النادره اللي تابعنا فيها من بدايه فصل الشتاء يعني طقس شتوي حقيقي، يمكن زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي دي صوره حيه زي ما انا دايما بكرر، ده لايف، احنا مش حاطين مثلا شاشه ورانا، ده الجو حاليا. طبعا ما فيش شمس، في غيوم، في سحاب، لو اعلم اذا كانت هتمطر، هي مطرت على خفيف في بدايه اليوم مصبوط. لكن ما اعرفش طبعا هتمطر ولا لا، بس يعني ربنا يسهل. شكلها هيبقى في مطر كتير. بص الغيمه عامله ازاي، شكلها كده هتمطر، بس خير. اللهم مطر، ندعي، خلينا ندعي كده. خلينا نتابع توقعات الطقس والحراره ونرجع نكمل مع حضراتكم. لما تيجوا ناخد مزيد من التفاصيل معانا الاستاذ وحيد سعودي خبير الارصاد الجويه. يا دكتور وحيد صباح الخير يا فندم على حضرتك.
صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك وسعداء طبعا حضرتك تكون معانا علشان نطمن الناس دلوقتي، لان زي ما حضرتك عارف طبعا الفتره اللي فاتت اقاويل كتيره واخبار كانت منتشره على الفيسبوك السوشيال ميديا ان يوم الثلاث في القاهره وفي مصر هيبقى يعني يوم مش طبيعي واعاصير وهكذا. يعني يمكن دلوقتي اكيد في جو مختلف، في انخفاض في درجات الحراره، لكن خلينا نعرف من حضرتك اليوم والايام اللي جايه هتمشي ازاي يا فندم؟ اتفضل. احنا يعني اعتبارا من النهارده حضرتك مصر تقريبا معظم المدن والمحافظات تحت تاثير حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. طبعا مفادها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بكام تتراوح من 8 الى 10 درجات مئويه مقارنه بالاسبوع المنقضي. وطبعا صاحب ذلك نشاط الرياح المثيره للرمال والاتربه يكون تاثيرها الاكثر على كل المدن الساحليه. وطبعا بدا بالفعل سقوط الامطار الان على القاهره وعلى العديد من المدن الساحليه. الان متى تتحول الى امطار غزيره ورعديه خاصه المدن الساحليه المطله على البحر المتوسط او على محافظات مدن سيناء، وقد تتحول الى ظاهره السيول هناك. لا نملك غير النصيحه في مثل هذه الاجواء طبعا، اللي طبعا باستمرار ارتداء الملابس الشتويه الثقيله على مدار ال 24 ساعه بقدر الامكان. ثانيا القياده بهدوء كامل على الطرق السريعه خاصه للساده المتجهين من والى المدن الساحليه الى مدن ومحافظات سيناء، ويا ريت يبقى في مسافه امان بين السياره والاخرى والالتزام بالسرعات اللي بتتبعها الادارات العامه للمرور في مثل هذه الاجواء. الابتعاد تماما عن كل الانشطه البحريه وجميع المسطحات المائيه. طبعا ارتداء السلامات في مثل هذه الاجواء لانها بيئه خصبه لطبعا تكاثر فيروس كورونا حضرتك. صحيح. طبعا هذه الحاله هتستمر معانا على الاقل حتى يوم الجمعه وان تثبت حدتنا للجمعه. يعني لغايه الجمعه وبعدين السبت يبدا الجو يبقى في تحسن نقدر نقول، ودرجات الحراره في ارتفاع. بتستمر درجات الحراره منخفضه، بتستمر سقوط الامطار على المدن الساحليه وعلى سينا. وطبعا بالمناسبه الامطار دي هيمتد تاثيرها اليوم الى محافظات شمال ووسط سيناء. ويا ريت كل شركات السياحه تعيد النظر في الاتوبيسات والسيارات المتجهه الى سينا، لان في خطوره كبيره على هذه الطرق نظرا لطبيعتها الجغرافيه، ومع سقوط الامطار بيبقى في خطوره كبيره على هذه المركبات وعلى ارواح طبعا السياح وعلى المصريين. طيب اخر سؤال لما حضرتك بس دكتور وحيد، يعني بالنسبه للشبوره، لان الشبوره دي يعني كارثه حقيقيه في ذاتها، يعني فهل هيبقى في شبوره الايام اللي جايه عشان بس الناس تطمن برضو؟ على الاقل لغايه يوم الجمعه ما فيش شبوره طبعا حضرتك، لان في نشاط رياح كويس، لكن اعتبارا بقى من فجر الجمعه والسبت احتمال كبير لعوده الشبوره مره اخرى نظرا لارتفاع نسبه الرطوبه بعد سقوط الامطار. تمام، نشكر حضرتك دكتور وحيد على التغطية دي، شكرا ليك يا فندم وحيد سعودي خبير أرصاد والتحليل الجوية. أو ثلاث أيام شتاء حلوين زي الفل، بس أهم حاجة نعمل حسابنا فعلا زي ما الدكتور كان بيقول من شوية، فعلا ناخد بالنا في الملابس الثقيلة اللي تتناسب مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. فكرة إن الناس فعلا اللي بتضطر لظروف شغلها إن هي تمشي مسافات طويلة على طرق سريعة مفتوحة برضو يخلي بالهم. في ناس اللي بتبانك لما الدنيا بتمطر، في ناس بتستك كده في السواقه، في ناس بتخاف. ده انا ممكن انزل اجري. لا انا بكلمك على السواقه. لا طبعا، لا طبعا احلى جو، بس انا بكلمك على في ناس لما الدنيا بتمطر مع هوا مع جو ده بتبانك، فما تفهميش بتلاقي في سيرك منصوب في الشارع. فالناس برضو لازم تستهدى كده بالله، والفلاشر والنوع ده من التوجيهات حتى تعرف الالتزام فعلا بالتعليمات، يعني ده مهم جدا. ويمكن كويس ان احنا عرفنا كمان من دلوقتي ان الاجواء هتكون مش جيده ابدا. وعايز اقول لك على حاجه، كان في ناس كتير مسافره اصلا الجونه والعين السخنه، انا اعرفهم يعني، انا سمعت ناس كتير مسافره، بس واضح ان الويكند تحديدا ده مش وقته فعلا اي حد ان هو يسافر، ان شاء الله يعني يعدوا على خير. طيب نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده الى 10 الصبح في الاهلي. ومن الواضح تماما ان الاجواء الشتويه ما منعتش كتير من الرياضيين ان هم يعني يتجولوا في قوارب من انواع واحجام مختلفه. انا قاعده براقب بقى الناس في النيل وهم، لا في ناس كتير على فكره، في حركه شغاله يعني. ايه ده؟ معرفش بس خطر بتهيألي دلوقتي. ما هو في مش عارف طبعا حضراتكم مش هتشوفوا من هنا، بس يعني في مراكب كتير دلوقتي. على كل حال على كل حال تعالوا نروح مع بعض على
اخر الاخبار بقى واخر المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه الانشطه من خلال مراسلتنا او مراسلنا هيكون معانا مينا ماهر بقاله كتير والله ما شفناهوش. مينا ليه وحشه كبيره موجود حاليا هو في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الخير عليك يا مينا اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وكالعادة بنطلعكم على أهم الأخبار والكواليس في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني في بداية كلامي عايز أتكلم عن الإجراءات الاحترازية المشددة اللي بيحترمها بصراحة أعضاء النادي الأهلي، وكمان الأمن بالنادي الأهلي، يعني من أول بوابات التطهير والتعقيم مرورا ب يعني افراد الامن اللي بيتكلموا دايما مع الاعضاء انه عدم التخلص من الكمامه وضروره انه يكون لابسين الكمامه طول الوقت. دي بصراحه يعني مش بس في مقر النادي الاهلي بالجزيره ولكن في جميع فروع النادي الاهلي. يمكن على سبيل التدريبات، يمكن بدأ بالفعل تدريبات السباحة بنادي الأهلي، يعني تقريبا بتبدأ من الساعة 5 صباحا بتنتهي على حوالي الساعة 9 ونص. ده طبعا لجميع فرق النادي الأهلي بالسباحة استعدادا لاستكمال الموسم. كمان مقر النادي الأهلي بالجزيرة النهاردة بيستقبل الأعضاء يعني في الساعة 9 لمشاهدة مباراة النادي الأهلي والمريخ السوداني. يعني بنتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي وتكون بداية موفقة لإحراز البطولة العشرة للنادي الأهلي. معايا سلسلة من الانتصارات لمختلف النادي الأهلي، يعني البداية بسيدات سلة الأهلي فازوا على فريق نادي الشمس بنتيجة 88-44 ضمن منافسات بطولة الدوري. وأيضا ناشئات سلة الأهلي 18 سنة فازوا على فريق نادي الزمالك، بصراحة كانت مباراة قوية جدا قدروا يفوزوا فيها بنتيجة 61-41 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. أيضا بنات يد الأهلي 2002 فازوا على فريق الجزيرة بنتيجة 21-17. وطائرة يعني الأهلي رجال كان يعني في مباراة خلفهم فيها الحظ والتوفيق خسروا من بتروجيت نتيجة 3-2. يمكن كرايزمر المحترف اللاعب الجديد في صفوف النادي الأهلي لكرة الطائرة كان ليه عدة تصريحات، يعني أولهم أنه بيبارك لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي على التتويج ببرونزية المونديال العالم للأندية. وأيضا كان بيقول أنه ما فكرش لحظة في الانضمام في فريق النادي الأهلي، أنه عارف في النادي الأهلي يعني هو بطل أفريقيا مش بس في كرة القدم ولكن في جميع المجالات. وأيضا أنه هو بيسعى أن يكون إضافة قوية ويحالفوا الحظ ويتوج مع النادي الأهلي بعدة بطولات هذا الموسم. أيضا سيدات طائرة الأهلي فازوا على فريق سبورتينج بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري. نروح بقى لجمباز الأهلي تحت 10 سنوات يفوز بثلاث ميداليات ذهب وثلاثة فضة وسبع ميداليات برونزية في بطولة كأس مصر التي أقيمت على صالة نادي المقاولون العرب. أيضا هنا جودة لاعبة تنس الطاولة تمكنت من التتويج ببطولة الجمهورية، يعني نجحت هنا جودة في الفوز على زميلتها فريدة محمد لاعبة النادي الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0. وأيضا مروان الجمل فاز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة، يعني بعد ما حقق فوز قوي جدا على محمد وليد لاعب نادي الزمالك بنتيجة 3-1. دي كانت أخبارنا وكواليسنا عن جميع فرق النادي الأهلي في جميع المنافسات، وأيضا أخبارنا عن مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. الكلمة ليكم وعودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر والتحية لزميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك. خدتي بالك من الناس اللي بتتدرب سباحة الساعة 5 الصبح في الأجواء الشتوية دي؟ بس بص طبعا هي أجواء صعبة جدا، بس يعني البول نفسه بيبقى هيتد يعني متسخن زي الفل. اطلعي بقى منه، اطلع بقى صح. هي بقى اللحظة اللي انت بتطلعي فيها بره، ده انت لو لابسة بايوس اوف برضه مالهاش حل. لا يعني بصراحة شباب زي الفل ما شاء الله عليهم، ودي دايما سمة غالبة عند كل الناس اللي بيلعبوا سباحة وغطس ووتر بولو والحاجات دي، الجو يكون زي ما يكون هم تمام في حمام السباحة وتمريناتهم وكده، ربنا معاهم إن شاء الله. خلينا ننتقل من أخبار النادي الأهلي نروح نتابع آخر أخبار استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته النهاردة، زي ما كلنا إن شاء الله هنتابع أمام المريخ السوداني. معنا دلوقتي فندق مقر إقامة الأهلي مراسلنا محمد توفيق. محمد في البداية صباح الخير، بنصبح عليك أنا وكريم. صباح الخير، تحياتي ليكم ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان والجمهور الأهلي العظيم اللي بيتابعنا من جميع أنحاء العالم.
بص بقى يعني خلينا كده نقول يا توفيق ان خلاص يعني رحله ان شاء الله النجمه العشره هتبدا النهارده تحديدا الساعه 9 على استاد القاهره والمواجهه مع المريخ السوداني. خلينا نعرف يعني اولا الاستعدادات من دلوقتي والكواليس لغايه موعد المباراه، طمنا على حاله برضو اللاعبين، الاستعدادات النفسيه، يعني اليوم هيمشي ازاي لغايه ان شاء الله الساعه 9 او 7 بقى وتواجدهم باستاد القاهره. اتفضل يا توفيق. بإذن الله يعني زي ما ذكرتي يعني على بركة الله إن شاء الله النهاردة يعني ضربة البداية وبداية الطريق نحو النجمة العشرة إن شاء الله. يمكن هنتكلم على النهاردة بس النهاردة مرتبط بامبارح ومرتبط بأول من النادي الأهلي أنهى رحلته في كأس العالم للأندية بيتسو موسيماني والحديث مع اللاعبين قال لهم إن شاء الله السنة الجاية نيجي كأس العالم للأندية مرة أخرى وإن شاء الله في المرة الجاية نحقق طموح وهدف يكون أعلى والوصول للمباراة النهائية. أعتقد الكلام ده كان حاضر امبارح كمان في قبل تدريب النادي الأهلي الأخير اللي أقيم على استاد التتش، كان في محاضرة فيديو مستر موسيماني يتكلم مع اللاعبين على إزاي هنلعب في المباراة، إيه الجمل اللي هنأديها، هيتم التعامل إزاي مع المريخ اللي بشكل كبير هيعتمد على الأداء الدفاعي النهاردة أمام النادي الأهلي على أرضه النهاردة على أرض استاد القاهرة. اتكلم وأكيد اتكلم عن الطموح والوصول لكأس العالم مرة أخرى إن شاء الله والحصول على النجمة العاشرة وإن شاء الله انتصارات دايما للنادي الأهلي. بعد محاضرة الفيديو كان التمرين الأخير، بعديه مستر موسيماني أعلن قائمة الفريق من 20 لاعب. يمكن النادي الأهلي النهاردة بيلعب ضد المريخ السوداني وكمان الإصابات والإجهاد، يمكن مستر موسيماني اتكلم بشكل كبير مع اللاعبين إن على الفعالية الهجومية ومحاولة إنهاء المباراة بشكل مبكر، خاصة إن يعني بشكل كبير الفريق ممكن لو المباراة امتدت بنتيجة يعني ما فيهاش أهداف يعني مبكرا هيبقى في إجهاد واللاعبين هيتأثروا بالإجهاد شوية، فده هدف مستر موسيماني إنهاء المباراة بشكل مبكر واحراز هدف مبكر باذن الله رب العالمين. يمكن كمان زي ما نقول الاهلي بيلعب ضد المريخ والاصابات غياب اكثر من لاعب، يعني يمكن الخط الدفاعي علي معلول والغياب الاصابه ايمن اشرف، كمان غياب طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وطبعا حسين الشحات للايقاف من اخر مباراه للنادي الاهلي فاز فيها السنه الماضيه امام الزمالك في النهائي. كل دي عوامل طبعا زي ما بنقول بتلعب ضد النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي وزي ما يعني مستر موسيماني ذكر في المؤتمر الصحفي امبارح قال قادرين على تعويض اي غيابات. النادي الاهلي زي ما بنقول دايما وشعارنا الاهلي بمن حضر، والنادي الاهلي قادر ان شاء الله باي 11 لاعب في الملعب يكونوا 11 راجل وان شاء الله يحققوا الفوز للنادي الاهلي والوصول لهدفه ومبتغاه من اي مباراه بيخشها وهو الفوز واللعب على الفوز، ومفيش اي حاجه النادي الاهلي بيلعب عليها غير هدف واحد وهو الفوز ان شاء الله في كل مباراه. يمكن في المؤتمر الصحفي كمان اتكلم سعد سمير يعني احد كباتن النادي الاهلي وقال ان شاء الله يكون الميداليه البرونزيه والمشاركه بشكل فعال في كاس العالم للانديه حافز لينا ان شاء الله ان احنا باذن الله نفوز بالبطوله ونحقق اللقب الثاني على التوالي ونروح ثاني كاس العالم ان شاء الله. الاجواء بقى النهارده يعني زي ما بنقول اليوم بادئ مبكرا جدا الاستعداد وان شاء الله يعني النادي الاهلي قادم بخطى ثابته باذن الله نحو اللقب العاشر والنجمه العاشره. يمكن اليوم بدا بدري جدا، الدكتور عبد الرحمن سعيد اخصائي التغذيه كان اول يعني زي ما بنقول من بدري جدا موجود في المطعم هنا في فندق الاقامه، الاشراف تام على وجبات الافطار للاعبين، اللاعبين كان حرص تام ان كلهم ينزلوا يتوجهوا يعني يتناولوا وجبه الافطار حالا دلوقتي وانا بكلمكم كان بدا النزول من الساعه 10 ولغايه دلوقتي واحنا معاكم مستمرين في تناول وجبه الافطار. يمكن الجهاز الفني كمان كان حريص انه يجتمع مع اللاعبين اثناء الافطار كحديث جانبيه كلها في المباراه، في تركيز تام جدا ان شاء الله يحقق اهدافه والنادي الاهلي يحقق زي ما بيقول يعني ضربه البدايه تبقى قويه، خاصه ان مستر موسيماني باصص لتصدر المجموعه منذ انطلاق اول مباراه ان شاء الله، خاصه النتائج المجموعه ان سيمبا فاز على فيتا كلوب خارج ملعبه في اول مباراه، واحنا المباراه الجايه ان شاء الله يوم الثلاثاء زي النهارده هنقابل سيمبا على ملعبه، فالبدايه النهارده والفوز ان شاء الله يحطنا في الصداره من بدري هيريح اللاعبين جدا. يمكن بقيه اليوم هيمشي ان زي ما بنقول الفطار بدا الساعه 10 ان شاء الله، الغدا هيبقى الساعه 2، بعد كده المحاضرة الفنية واللي هيعلن فيها التشكيل هتبقى الساعة 5:30، بعد كده وجبة السناكس هتبقى الساعة 6، والتحرك بإذن الله من فندق الإقامة هنا لاستاد القاهرة هيبقى في تمام السابعة مساء. طيب رائع جدا يا توفيق، احنا كده اطمنا واعتقد يعني الناس بقى عندها صوره كامله عن الكواليس وايه ازاي اليوم هيمشي يعني لغايه ان شاء الله ميعاد الماتش، يعني يوجه لنا او يعني يقول للعيبه ان احنا بنسلم عليهم ونتمنى لهم اكيد انا وكريم وكل الناس اللي بتتابع دلوقتي وكل الاهلاويه في كل مكان في العالم ان شاء الله التوفيق النهارده في المباراه. شكرا ليك جدا يا توفيق. طيب تعالوا بقى نروح على مقر جريدة الشروق مع مراسلتنا العزيزة مريم سميح اللي هتعرفنا على أهم الأخبار الرياضية في الصحف وكل المواقع المحلية والعالمية. صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك.
صباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بصبح عليك يا كريم وبصبح عليك يا نهواند، وطبعا بصبح على زملائي الاعزاء محمد توفيق وكمان مينا ماهر. زي ما احنا متعودين انه دايما النادي الاهلي لما بيكون موجود في اي مواجهه مهمه بيكون اسمه هو متصدر جميع العناوين. فالنهارده احنا معانا عده عناوين عن مواجهه الاهلي امام المريخ السوداني، وده طبعا في كافه الصحف المحليه وكمان العربيه والعالميه. والبدايه من صحيفه الشروق، الليله في اولى مبارياته بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا الاهلي يبدا رحله النجمه العاشره بمواجهه المريخ السوداني. يمكن كان في عده عناوين كمان فرعيه لهذا الملف. موسيماني يخشى الارهاق، واجايه يعود للتشكيله الاساسيه، ومدرب الفريق السوداني يبحث العوده بنقطه التعادل امام ثالث العالم. يمكن كمان التقرير يعني كان في نقطه بارزه جدا، هي ان دي المواجهه الخامسه امام المريخ السوداني، وكان اللقاء الاول بين الفريقين يعني عام 1983 في ذهاب الدور الاول لدوري ابطال افريقيا، وكمان انتهى بفوز الاهلي 1-0 واللي احرز الهدف طبعا الاسطوره محمود الخطيب. كمان في مباراه الاياب تعادل الفريقين سلبيا، وكانت المواجهتين الثالثه والرابعه في دوري ابطال افريقيا نسخه 2002 لدوري الابطال ولقاء دور ال 16. كمان من موقع اليوم السابع، الاهلي يتسلح بروح برونزيه المونديال في مواجهه المريخ السوداني الليله. يمكن تقرير اليوم السابع اتكلم على ان يعني لاعبي النادي الاهلي عادوا من كاس العالم للانديه بعد حصولهم على البرونزيه طبعا بروح مرتفعه ومعنويات مرتفعه، ولكن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يعني حذرهم من هذه الروح المرتفعه، علشان لازم برضو يدخلوا عاملين حساب كبير جدا للمريخ السوداني. وكمان يعني اتكلم معاهم في طريقة اللعب وازاي ممكن يكون التشكيلة. كمان اتكلم معاهم على ان هم لازم يركزوا كويس جدا خلال المباراة، خاصة انه المشوار الافتتاحي ليهم اليوم بدوري ابطال افريقيا بدور المجموعات. يعني يمكن كمان اتكلم التقرير عن انه الانجاز الكبير اللي حققه النادي الاهلي بكأس العالم للاندية يمكن ان هو يخلي الاهلي يعني يستهل هذا المشوار بالفوز المحقق. كمان قال بيتسو موسيماني او عقد معاهم اكثر من يعني جلسه، وقال انه عايز يعرفهم على الخطه واسلوب اللعب ومعالجه الاخطاء كمان اللي حصلت على مدار مباريات كاس العالم للانديه، وكمان وجههم ان هم يستغلوا الفرص السهله امام يعني شباك الفريق الاخر وما يضيعوش الفرص، وان هم يحسموا المباراه خلال الشوط الاول. في المقابل كمان بيدخل المريخ السوداني بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، لأنه حضر نصر الدين نابي المدير الفني للفريق لاعبيه من قوة النادي الأهلي طبعا وخطورته والدوافع اللي بيدخل بيها لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة، وعلشان كده هو بينوي اللعب بطريقة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم وعدم الاعتماد على الدفاع فقط أمام النادي الأهلي. وكمان قال إن هو محتاج إن هو يعني يعتمد على تضييق المساحات أمام النادي الأهلي. ومن صحيفة الشروق أيضا، الليلة عودة دوري أبطال أوروبا، برشلونة يستضيف باريس سان جيرمان، وليفربول يخوض اختبار صعب أمام لايبزيج. يعني برضو الشروق اتكلمت عن انطلاق دوري أبطال أوروبا الليلة وعن مباراة ليفربول تحديدا، واتكلمت على أنه هتكون هامة جدا. يمكن كمان قالت ان ميسي بيبحث عن لقبه الاخير قبل الرحيل، وده طبعا لان في كلام كتير جدا ان ميسي ممكن يروح باريس سان جيرمان او مانشستر سيتي خلال ميركاتو الصيف المقبل، ده طبعا بعد تعرض ميسي لمشاكل كتير جدا مع نادي برشلونه خلال الفتره الماضيه، وتحديدا يعني عقب انتشار جائحه فيروس كورونا بسبب تعرض برشلونه لازمه ماليه، وده اللي خلى كان في بعض المناوشات ما بين ميسي وبرشلونة. كمان من الإمارات اليوم، محمد صلاح: نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال. يعني بسبب المواجهة الصعبة اللي بيدخلها النهاردة ليفربول أمام لايبزيج الألماني في ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد طبعا سلسلة من النتائج المتخبطة خلال الفترة الماضية وخاصة في الدوري المحلي، وده طبعا اللي حرم ليفربول أنه هو يحصل على اللقب. يعني يمكن الفرعون المصري محمد صلاح حب ان
هو يحمس جمهور ليفربول لهذه المباراة، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: كانت فترة صعبة لأسباب عدة، نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال، في النهاية لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم على أساس النتائج التي حققناها أخيرا، هذا وعدي لكم جميعا. عايزين نقول إن النهاردة يعني يحتاج ليفربول للنتيجة جيدة جدا في دوري الأبطال ده طبعا علشان يعني يعوض جمهوره عن التخبط اللي مر بيه خلال الفترة الماضية. أما من اليوم السابع مجلس اليد يناقش خطة إعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو في اجتماع اليوم. النهاردة هيكون أو هيعقد مجلس إدارة اتحاد لكرة اليد اجتماع لمناقشة العديد من الأمور الهامة، وكمان أبرزها مناقشة خطة إعداد المنتخب الأول للمشاركة في أولمبياد طوكيو ولقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر ليوم الخميس المقبل في دوري المحترفين، واللي هيكون بدون جمهور بعد تعديل مكان الصالة اللي هتكون عليها المباراة واقتراب استاد القاهرة من استضافة هذه المباراة بدلا من صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. ومن جهته كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد عن إقامة قمة دوري محترفين كرة اليد في الجولة الرابعة بدون جمهور زي ما التقرير ذكر في الأول. كمان تم إبلاغ الاتحاد الأسبوع الماضي أنه سيتم تغيير أو عدم لعب مباريات على هذه الصالة ل عدة أسباب أهمها أسباب مالية. ومن المقرر كمان أن يشهد اجتماع اليوم وضع الخطوط العريضة لإعداد المنتخب للأولمبياد بعد احتلال المركز السابع على العالم في البطولة التي أقيمت يعني على أرض مصر خلال شهر يناير الماضي. وفي ختام جولتنا الصحفية عايزين طبعا نفكر كل مشاهدينا بمباريات اليوم، يعني أكيد طبعا في دوري أبطال إفريقيا الأهلي والمريخ السوداني في تمام الساعة 9 مساء، كمان في الدوري المصري البنك الأهلي ومصر المقصة في تمام الساعة 2:30 ظهرا، كمان في كأس مصر سموحة وديكرنس في تمام الساعة 2:30 ظهرا، وأخيرا في دوري أبطال أوروبا لايبزيغ وليفربول في تمام الساعة 10 مساء، وكمان برشلونة وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساء. يمكن كانت دي جولة لأهم العناوين الصادرة صباح اليوم، وأهمها طبعا اسم الأهلي المتصدر واللي بنتمنى له النهاردة التوفيق في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. بشكركم جدا والكلمة ليكم مرة أخرى. مريم سميح زميلتنا العزيزة بنشكرك جزيل الشكر، وأكيد شكرنا موصول للزملاء الأعزاء مينا ماهر ومحمد توفيق على تعبهم معنا، شكرا جزيلا. هي يعني يمكن تغطية النادي الأهلي تمت والأخبار المختلفة في الصحف والمواقع العربية والعالمية، وكمان إن احنا اطمننا من مراسلنا محمد توفيق على أخبار يعني الفريق دلوقتي والكواليس كمان الموجودة في مقر الإقامة لغاية موعد المباراة، فأكيد تحية ليكم شكرا جدا. خلينا بقى ننتقل للرياضة العالمية، إيه رأيك؟ نروح بقى للرياضة العالمية ونتكلم كده عن مجموعة من الألعاب اللي ارتبطت بالشتاء والتلج زي التزلج وهوكي الجليد وسباقات كمان الدرجات النارية بس على التلج. نبدأ كده نشوف جزء من سباق مهم، هو سباق درجات نارية في درجة حرارة كام بقى؟ تحت الصفر والله. اصلا ودي بقى بطوله العالم زي ما بيقولوا للدرجات الناريه على الثلج، وفاز فيها دينار فاليف بالمركز الاول، ودي تعتبر المره الاولى اللي بتقام فيها النهائيات في البطوله دي من وقت بقى ازمه فيروس كورونا. صعب جدا الحقيقه اللي بيحصل ده، وكنا بنتكلم في ان اكيد يعني بطبيعه الحال الكاوتش بتاع الموتوسيكلات اكيد مجهز بشكل صح. ما عشان موضوع الثلج ولا المعامله هتقلب بالظبط، هو اصلا الـ يعني الموتوسيكلات دي بتكون بتزحلق على الطريق العادي صحيح، فكمان على جليد، فأكيد الموضوع يعني دبل. طيب تعالوا بقى نروح على رياضة تانية، لعبة مميزة هي هوكي الجليد. تغلب فريق فيجاس جولدن نايتس على فريق كولورادو أفالانش بهدف للا شيء وفي دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية، ودي تعتبر إلى حد كبير نتيجة عجيبة شوية، يعني عادة في مباريات الهوكي بيكون في نتيجة أكبر، يعني سكورات بتبقى أكتر من كده بكتير، فواضح إن كان في ندية كبيرة في المباراة. فعلاً أقوى. طيب من هوكي الجليد خلينا نروح للتزلج بقى على الجليد، فاز فيها النمساوي فينسنت كريك ماير بذهبية ثانية في بطولة العالم للتزلج على المنحدرات في تحديداً إيطاليا، وأصبح كريك ماير هنا ثالث رجل يفوز بذهبيتي السرعة من البطولة العالمية بعد هيرمان. قطع كريك ماير مسافة هنا في الدقيقة و37 ثانية و79 جزء من الثانية.
حضراتكم لمنطقه تانية خالص، هنروح عشان نتعرف سوا على براعم كره اليد في النادي الاهلي، حاجه تفرح الحقيقه. هنشوف معاكم من خلال هذا التقرير تدريبات الفريق وروح الفريق اللي بيتم زرعها من بدري بدري في كل لاعب، وهي دي اللي بطبيعه الحال في نهايه الامور بتخلينا نتفرج على بطولات كتيره جدا للنادي الاهلي بسم الله ما شاء الله في كل الالعاب. هنشوف معاكم تقرير عن تدريبات البراعم لكرة اليد في النادي الأهلي بعديه فاصل، بس قبل الاثنين عايزين نفكر الناس فقرات أيوة. اللي معانا صحيح كده مرة تانية علشان اللي لسه بيتابعنا، احنا معانا النهاردة فقرتين أهم من بعض. الفقرة الأولى فقرة التغذية اللي احنا قعدنا فترة يعني في 10 الصبح في الأهلي مش بنعرضها، بس ده طبعا علشان الأجواء اللي كانت موجودة، احنا كان عندنا يعني ملف أهم هو طبعا المونديال، بس دلوقتي النهاردة بإذن الله هترجع معانا فقرة التغذية. معانا الأستاذة أمنية فوزي خبيرة التغذية، والحديث مطول يعني هنتكلم عن برضو فكرة هنا ايه الاكلات اللي ممكن تساعدنا على النشاط، لان ناس كتيرة جدا كانت الفترة الاخيرة بتتكلم ان انا شعر بكسل، انا دايما بحس بكسل تحديدا كمان في شهر او في وقت الشتاء. طيب الشق التاني ناس كانت بتتكلم انا عندي كوليسترول عالي، يعني على كل حال اسئلة كتيرة كانت بتتبعت العشرة الصبح في الاهلي، فمن خلال الفقرة دي بإذن الله هنقدر نرد عليها مع حضراتكم. الفقرة التانية واللي احنا بنتكلم النهاردة الماتش اكيد فلازم يبقى معانا دكتور احمد بيومي المحلل بمحلل الاداء بقناه الاهلي، دي فقرتين. كل الكلام ده هيكون ان شاء الله بمجرد العوده من الفاصل. قبل الفاصل بقى تعالوا نتفرج على التقرير تدريبات البراعم لكره اليد في النادي الاهلي، اتفضل. الحديث بالنسبه للاكاديميه يعني هي اعداد للفرق بتاعت النادي الاهلي. فاحنا مقسمينها بالنسبه للجزيره هنا عاملينها الى ثلاث مجموعات. مجموعه اللي هم الصغيرين بيبداوا من 2016 اللي هم بياخدوا العاب صغيره وبدايه ازاي ان هم يلقطوا الكوره، يحدفوا الكوره، يعني ياخدوا الكوره من الارض يحطوها في العاب صغيره بالنسبه. لما بيطلع المستوى بتاعه بيتحسن شويه الاولاد بنحطهم في المستوى الثاني اللي هو بدايه المهارات الاساسيه اللي هم يقدروا ياخدوها، ودي بنركز فيها اكتر على اساس ان هم لما بيقدر ان هو بيتقنها الولد. بنجيب المدير الفني لقطاع الناشئين للفرق اللي ماسكهم دلوقتي الدكتور تامر، بيجي على اساس ان هو بيختار الاولاد اللي هم هيخشوا فرق. يعني احنا بنعدهم من 2012 عشان يبداوا ياخدوا التحركات بتاعت الملعب الصغير علشان خاطر بعد كده يخشوا ل 11 و 12 يخشوا بعد كده الفرق. تختلف اداء المهاره بالنسبه للولاد، في ولاد بياخدوا بيلقطوا المهاره بسرعه وفي ولاد بيبقى استعدادهم يعني بطيء شويه، لكن بيتم المدرب بيركز معاهم بيديهم اعداد اكتر شويه، توجيه في الملعب اكتر شويه، وبعدين عاملين عمليه اللي هو المميز. يعني المميز ده بياخد ساعة زيادة عن فترة التدريب بتاعت الأكاديمية، وبرضه بيبقى الاشتراك يعني بتعتبر مضاعف. يعني لما أكون هنا في النادي الأهلي، المدرب الأهلي لما بيجي بيختاروا المدربين، ما بياخدش أي حد، بيختار المدرب اللي هو بيأدي المهارة، وبنبدأ إن إحنا كفنيين بنجهزه على اساس ان ازاي بيديله الاعداد، ازاي ان هو يمرن برضه الاولاد زياده عن المهاره اللي هو بيأديها. فلما يكون مدرب بيأدي المهاره بالتاكيد قدام الولد، فالولد لازم يقلده. الأكاديمية احنا عندنا الأكاديمية 3 أيام في الأسبوع، يوم الجمعة والثلاث والسبت. عندنا الولاد هنا بيتمرنوا بيمارسوا أكتر من لعبة، يعني بيلعبوا عندنا ولاد كرة يد وبيلعبوا سباحة وبيمارسوا مع كرة اليد كاراتيه وجمباز. أنا بخليهم يتمرنوا فتنس لأن احنا بيجي لنا ولاد ساعات أوفر ويت، وفي ولاد كتير ما بيكونش عندهم اللياقة البدنية الكافية إن هم يقدروا يعني يبقوا كويسين بيها في الملعب، فبنشتغل معاهم فتنس شوية قبل التمرين الهاندبول. اللي بيميز لعيبة التانية هو بيبقى أوريدي في فروق فردية بين اللعيبة، واللي بيميزه أكيد اللياقة البدنية.
أنا كنت لعيبة هنا في النادي الأهلي مع فيرست تيم، كان بيمرني كابتن أليوبي اللي هو مديري دلوقتي. أكيد ببقى فاهمة في اللعبة وفي المهارات وفي التحكيم، فأكيد ببقى فاهمة. لا إحنا عندنا هنا الاحترازات الكافية، يعني الولاد بيدخلوش الصالة إلا بالماسك بتاعهم، وبعد لما بيتخلص تمرين بيعقموا إيديهم، يعني ما عندناش الحمد لله أي إصابة يعني. انا حاسه ان هي حلوه، يعني شفت كذا حد من اصحابي بيضربوا فقلت عايزه اضرب معاه. بقالي 3 سنين لا اتمرن 3 ايام في الاسبوع. نفسي اخش فريق والعب بقى معاه واخش ماتشات كتير وكده. انا بلعب بقالي مش كتير بس 14 تقريبا، بس يعني هي انا رياضه عجباني جدا. انا حب يعني انا اخترت الرياضه دي، جربتها عجبتني جدا وفضلت نكمل فيها. يعني لا الحلو فيها اللي انا بحبه فيها ان هي فيها حركه كتير ولعبها حلو. كنت بلعب سباحه وكيك بوكس. السباحه يعني دي كده كده يعني ما لهاش علاقه بدي تاني خالص. وبين الكيك بوكس يعني الحركه والتمرينات، الحركه دي اكتر. الهاند بول انا بقالي 7 سنين في الهاند بول. الاكاديميه انا حبيتها وحبيت الهاند بول، وكابتن احمد وكابتن فهد بيمرنوا كويس جدا وكباتن يعني كويسه. الهاند بول لعبه مميزه، والووتر بولو لعبه مميزه، دي فيها حب ودي فيها حب. طيب بنرحب بحضراتكم. فقرة التغذية زي ما نوهنا، وبنتكلم ان كل فقرة كده بيبقى فيها حاجة معينة عايزين ان احنا نتكلم عنها ونستفيد بالمعلومات من خلال ضيوفنا. النهاردة تحديدا النورانة ضيفتنا عايز تتكلم عن العظام، يعني ازاي ممكن نهتم بالكالسيوم، ايه الاكلات اللي المفروض ان احنا دايما تكون موجودة في نظام غذائنا، كل الكلام ده كمان وهنربطه بالمراحل العمرية المختلفة. بس خلينا نرحب في البداية بالأستاذة أمنية فوزي خبيرة التغذية. صباح الخير. صباح الفل. منوره الدنيا. ربنا يخليك. انا تفاءلت وشرحت وقلت بس معانا خبير التغذيه في اجواء شتويه، هتدخل علينا بشويه عدس مثلا سخنين، شويه ابو فروه. العدس فعلا هايل جدا جدا في الشتاء. رائع. يعني رائع. ومشبع وبيدفي. ده ايه العدس؟ العدس. بس ما بيتخنش يا استاذه ما هو انت كل حاجه بتاخدي منها بتاكلي منها بكميات معينه، يعني اي حاجه هتزيد عن الحد اكيد هتتخن، لكن العدس كمان فيه زنك، والزنك الفترة دي كمان ان هو بيحسن مناعتنا، بيساعد على تقوية المناعة. بداية سريعة للمعلومات. بداية خش عليها الهواء، المزيد من الأسئلة. طيب الكالسيوم والعظام ده يعني دي مينلي او ده الموضوع اللي احنا هنناقشه النهارده. فاحنا اعتقد في وجباتنا اليومية كمان تحديدا السريعة ما بنهتمش ابدا ان احنا ناكل اكل صحي سليم، يعني خلينا نبقى صراحة مع بعض. ازاي نستفيد دلوقتي من وجود حضرتك معانا ان تقولي لنا لا في اكلات ممكن برضو لو احنا وقتنا ضيق، لو احنا ما بنعرفش قوي برضو نختار ان احنا ناكلها، او يكون فيها يعني مثلا الموز على سبيل المثال انا اعرف ان فيه كالسيوم كويس، فايه اللي زي كده ممكن ان احنا نحطه ولو سريعا في وجباتنا اليوميه؟ طيب بصي خليني اقول لك اول حاجه ان احنا كل ما بنهتم بالاكل من واحنا صغيرين يبقى اكلنا صح ويبقى عندنا نظام غذائي صح، كل ما ده يعني بنشوف بقى نتيجته لما بنكبر ان احنا ما بنعانيش من هشاشه عظام، ما بنعانيش من مشاكل صحيه. فلو جينا نتكلم على العظام، اهم عنصر لازم اهتم بيه ولازم يدخل جسمي هو الكالسيوم. الكالسيوم هو اساس تكوين وبناء العظام بتاعتنا من واحنا صغيرين، من اول ما بنتولد لحد لما بنكبر مهم جدا ان انا لازم يدخل جسمي كالسيوم. المفروض ان انا وانا صغيره مثلا بيبقى نسبه الكالسيوم اللي بنحتاجها تقريبا بتبدا من 200 ملي جرام في يوميا يعني، ولما بكبر بوصل لحد 8 سنوات بتوصل ل 800 ملي جرام يوميا. بعد كده لما بوصل عند عمر من بعد العمر ده لعمر 50 سنه بنبقى تقريبا محتاجين 1000 ملي جرام يوميا، ولما بنكبر فوق ال 50 بنبقى محتاجين 1300 ملي جرام يوميا. ده كده ايه الجرعات. بس خليني بقى اكلمك ان واحنا صغيرين
اكتر وقت جسمي بيمتص فيه الكالسيوم بنسبه 60% عن لما بكبر، يعني لما بكبر امتصاص جسمي للكالسيوم بيقل. فلذلك المفروض واحنا صغيرين الناس تبقى مهتميه جدا باطفالها، احنا العكس، احنا بنعودهم على الشوكولاتات والحاجات الحلوه والسويتس والبيبسي والحاجات دي كلها اللي هي اصلا بتبوظ، يعني بتمنع امتصاص الكالسيوم من الجسم، وهي سكريات مش هتفيد. فطبعا اول حاجه العظام علشان يبقى تكوينها صح لازم ان احنا ناخد كالسيوم. طب ناخد الكالسيوم ده منين؟ كالسيوم موجود في منتجات الالبان، موجود في كمان من الحاجات اللي فيها كالسيوم والناس ما بتاخدش بالها منها خالص، هي الخضروات الورقيه الغامقه زي السبانخ، هي زي ما فيها حديد هي فيها كمان كالسيوم وفيها كمان فيتامين كي او فيتامين كاف اللي هو اصلا بيساعد كمان على تخزين الكالسيوم في الجسم. البروكلي من الحاجات الهائله للكالسيوم برضو، البروكلي مظلوم قوي. البروكلي مظلوم قوي صح يا ونداع البروكلي. اه فعلا ناس كتيره بتبقى، مع ان هو في طرق كمان مختلفه ان احنا نقدر نعمله بحاجات بتبقى اكتر يعني ممتعه ان احنا ناكلها بطريقه صحيه وفي نفس الوقت تكون مش طعمها وحش. بالمناسبه، هل الكالسيوم وغيره المعادن بشكل عام لما الجسم بيكتسبها من خلال التغذيه الفايدة بتختلف عن لو الجسم حصل عليها من خلال مكملات أو من خلال حبوب أو أقراص أو كذا؟ أو طبعاً، خلي بالك أنه في الآخر الأقراص والحبوب هي جاية أصلها منين؟ من الحاجات الغذائية اللي ربنا مدينا بيها في الطبيعة. فأنا كل ما باخد الحاجة دي في طبيعة التغذية في أكلي طبعاً بستفيد بيها أكتر بكتير من الفايدة اللي أنا باخدها من الحبوب أو كده. حتى لو نفس الكمية اللي حتى يعني لو مثلاً نفس كذا مليجرام في الحباية أنت خدتي قصادها من خلال الاكل نفس المعدل، حتى لو نفس الكميه. أوكي. حتى لما كنا بنتكلم على المناعه والناس بدات ان هي عايزه تاخد فيتامينات كان اكتر حاجه بنقولها يا جماعه ركزوا على الاكل، الخضار والفاكهه الحاجات دي كلها فيها فيتامينز ومينرالز فيتامينات ومعادن طبيعيه موجوده ربنا خلقها لنا وتفيد جسمي اكتر بكتير من الادويه كمان. طب لو كلمنا عن الرياضيين بقى تحديدا وفكره الشد العضلي اللي بيجي لكتير من الرياضيين وبيترجم ده ان ده نقص في البوتاسيوم تحديدا، فبرضو اشرح لنا وايه الاكلات اللي المفروض ان هي تكون موجوده. بصي، هو نقص البوتاسيوم فعلا هو اللي ممكن يسبب تشنجات او شد عضلي، لان البوتاسيوم من الحاجات اللي بتؤدي لارتفاع، فعشان كده دايما في مأكولات بتبقى غنيه بالبوتاسيوم زي الموز. المكسرات. انا قلت الموز كالسيوم، لا صح، بوتاسيوم زي الموز، المكسرات، الفواكه المجففه، برضو الحاجات اللي فيها حبوب كامله يعني زي مثلا الشوفان بحبوب الكامله، البطاطا برضو من الحاجات اللي فيها البوتاسيوم، كل ده حاجات بتساعد ان ده ما يحصلش بالذات عند الرياضيين او كده ان ما يحصل لهمش كده. فطبعا والموز كمان موجود ومتوفر واسهل حاجه يعني. بالظبط صح. حضرتك كنت قلتي في مرحله سابقه كده في حوار ان فكره الافراط في الشيء ممكن يجيب نتيجه عكسيه. طيب في كتير بقى من الاهالي على عكس اللي كنا بنتكلم عليهم من شويه اللي هم بالعكس بقى هم واعيين ومدركين لاهميه مثلا منتجات الالبان انا اسف، فبيخلوا مثلا اولادهم يشربوا كتير لبن كل يوم او بيكونوا حريصين على ان اولادهم يستهلكوا كميات وافره من الجبن كل يوم، ده ممكن يشكل خطوره يعمل مشاكل؟ طبعا. بص، زي ما حضرتك قلت فعلا الافراط من اي شيء بيسبب مشاكل وما بيبقاش حلو، الاعتدال هو احسن حاجه. فلو انا بدي لبن كتير، منتجات جبن كتير او الحاجات دي كلها بتاثر عليهم، من اولا في ساعات بعض الدراسات قالت ان في ان زياده اكواب عدد اكواب اللبن يعني على مدار اليوم ده ممكن يؤدي لانتفاخات، ممكن يؤدي كمان بيساعد على ظهور بعض الحبوب نتيجه كمان اللاكتوز اللي بيبقى موجود في اللبن، فده بيأذي ناس كتيره ساعات. طب الصح كام كوبايه بقى؟ الصح ما نزيدش من كوبايتين لثلاثه، ما نكترش عن كده. اوكي، يعني كوبايتين حلوه قوي، ثلاثه ده لو الولاد شربوهم اساسا. ده بالظبط. صحيح. لو ما قعدناش في الكوبايه على مدار اليوم. طبعا. بس بتهيألي الكبار اقل، المفروض كوبايه واحده بتهيألي، صح كده؟ لا لا، من كوبايتين يعني كبار كوبايتين اليوم حلو قوي، الصغيرين من كوبايتين لثلاثه. طب انا عايز اسالك حاجه ليها علاقه شويه بيعني التغذيه السليمه علشان ما يبقاش فيه زياده في الوزن.
يعني لان في اكلات هي مفيده بفيتامينز كتيره لكن في الاخر هي بتتخن. يعني زي ما كنا مره في حلقه قبل كده كنا بنتكلم ان الشوفان ممكن ان هو يساعد ان الواحد يخس وممكن يساعد ان هو يتخن، فكده احنا بقى بنتلخبط. ففي ناس كتير ممكن ان هي يعني الموضوع يبوظ منها. ده فعلا السؤال ده حلو قوي. بالمناسبه والتونه برضو نفس الخاصيه، في ناس بتاكلها عشان تخس وناس تاكلها عشان تزيد. ما هي الفكره كلها زي ما قلت لك في الكميات. يعني انا دلوقتي الشوفان فعلا من الحاجات اللي بنديه للناس لو عايزه تخس، وبرده لو ناس عايزه تتخن بنحطه لها في الوجبات بتاعتها. ليه؟ هو الشوفان سعراته الحراريه عاليه مش قليله، فهو تقريبا الناس بتفتكر ان انا باكل شوفان يعني كده اكل براحتي، انا ده مش دقيق ابيض انا اكل براحتي، لكن هو كسعرات هو مش مفيش فرق جامد ما بينه وما بين الدقيق الابيض، لكن هو مستو في ايه؟ الياف اكتر فبيشبعني اكتر، فلو اكلت منه كميه اقل هيشبعني لمده اطول. مش بيعلي سكر الدم، يعني مش بيخليني فكره ان يعني ايه نعلي سكر الدم. لما سكر الدم عندي بيعلى ده اللي بيعمله الدقيق الابيض، بيعلي سكر الدم مره واحده. لما سكر الدم عندي بيعلى ببقى محطوطه في حاله ان انا ببقى جعانه ومهما باكل مش بشبع، ولما فتره قليله قوي على ما برجع اجوع تاني. فده اللي بيحصل. لا لكن بالعكس الشوفان كمان فيه قيم غذائيه مفيده جدا وفي فيتامينز ومينرالز كتيره جدا مفيده للجسم، فعشان اكله علشان اخس لازم اتحكم في كمياتي. ايوه يعني كم يعني معلقه مثلاً كبيره مثلا كم معلقه؟ يعني مثلا بنتكلم انا لو واحده مثلا عايزه اخس طبعا بحسب سعراتي، بس هقول لك يعني مثال كده 3 ل 4 معالق كبار من الشوفان هحطهم على وجبه بتاعتي، هحط معاها مثلا لبن وفاكهه ومعلقه صغيره عسل. دي كده وجبه معقوله ان انا افطر بيها لو انا عايزه اخس. لو انا عايزه اتخن بقى بنديهم بقى اكتر 7-8-9 بقى كونتينر شوفان. هنا 3 معالق هنا 3 معالق الباقي عندي انا بقى، بقيه الكيس عندي انا. طيب بالمناسبه يعني طالما ذكرنا برضو مساله السكر في الدم، الناس اللي هي مرضى السكر برضو بيبقى ليهم وضع خاص في التعامل مع العصاير، في التعامل مع السكريات، في التعامل حتى مع النشويات، فايه اللي يقدروا يعملوه بحيث يبقوا مش حاسين بحرمان وهم بياكلوا وبيشربوا؟ مش كل حاجه يفكروا او نفسهم تروح لها لا مش هينفع عشان السكر، لا مش هينفع بيزود السكر، يعملوا ايه؟ يهندلوا الملف ده ازاي؟ كل حاجه دلوقتي بقى ليها بدايل. يعني زمان ما كانش عندنا ثقافه قوي، البدايل دي ما كانتش واضحه، بس البدايل مش مرضيه قوي، مش نفس الطعم. بالعكس. ليه بقى؟ لان احنا لو عملناها بطرق مختلفه، لو يعني مثلا زي ما احنا قلنا الشوفان لو حطيت عليه معلقه صغيره عسل وحطيت عليه فاكهه بحبها شويه مكسرات هحس ان انا حابه طعمه، لكن اي حاجه تانية لو انا عملتها طبعا بطريقه، يعني في طرق كتيره ومش كل الناس بتحب الطرق، يعني ممكن ما يعجبنيش الشوفان بالطريقه دي، ناس تانية ممكن تعمله مثلا بالزبادي. فنفس القصه لمرضى السكر، هو انا بنصحهم ان هم يبعدوا عن حاجتين كارثتين، السكر الابيض والدقيق الابيض. السكر الابيض كارثه وبيضعف مناعه جسمي، والدقيق الابيض يعني كارثه لان هو اكتر حاجه بتعلي سكر الدم. انصحهم بقى كمان ان هم يتبعوا نظام الصيام المتقطع، لانه افضل نظام يحافظ على معدل سكر الدم على مدار اليوم وبيخسس كمان. يعني بيخسس بس طبعا لازم اكون حاسبه سعراتي، يعني ما ينفعش اكون انا مثلا بصوم وفي الثمان ساعات اللي باكل فيهم مثلا انا باكل كيكات بقى وشوكولاتات واقول انا ما خسيتش ليه؟ طب يعني مش هخس. يعني على 8 ساعات كمان هنتحرم. ها يعني لا مش حرمان، بس هتاكلي براحتك اكتر. يعني هتاكلي براحتك عن اللي انت بتاكليه، لان انت في خلال 16 ساعه اخر 4 ساعات جسمك بيحرق باعلى معدل ليه. بس بتهيالي القطع ده منتشر دلوقتي بس مش اي حد يقدر عليه. يعني انا مثلا من الناس اللي ما اقدرش عليه ابدا، لان انا مش فكره الجوع، في ناس زي كتير مش فكره جوع، هي فكره وجع بيجي في المعده خلاص انا لازم اكل دلوقتي، وفي ناس بتدوخ، ويعني كل دي اعراض ما اعتقدش ان هو يبقى طبعاً صحي قوي. صح. اول حاجه هو بالنسبه لنا لو انت في الثمان ساعات بتاكلي صح مش هتتعبي في ال 16 ساعه اللي انت بتصومي فيهم، دي اول حاجه. تاني حاجه الناس اللي ما تقدرش او حاسه ان هي لا بالنسبه لها الموضوع ما بيبقاش فيه ضغط ان انت تعمليه، طالما انت قادره انك تظبطي اكتر يعني اكلك، لو ظبطتي وجباتك واكلك فده اهم حاجه. عايزه بقى تعملي جنب الصيام المتقطع حاجه زياده، دي حاجه بقى ترجع لقدرتك، لكن لو انت لا مظبطه اكلك وكله تمام دي اهم حاجه. وكمان لازم تختاري نظام تقدري تكملي عليه على المدى البعيد. يعني ما بقاش انا مثلا واحده عايزه اعمل دايت واخس فاقول انا هقطع نشويات وهقطع كل حاجه وهعمل الصيام المتقطع فهلاقي نفسي مثلا قعدت شهر وبعد شهر رجعت للصفر. حضرتك لازم تعملي حسابك بقى تكوني معانا مره ثانيه ان شاء الله قريب، لان احنا للاسف محكومين بمده زمنيه للفقره. وكلام معاكي جميل ومفيد جدا، ان شاء الله نسعد بوجودك معانا مره ثانيه. انا كمان اتبسطت جدا بوجودي معاكم النهارده.
انا بشكر حضرتك، وزي ما كريم قال تنورينا باذن الله مره تانية. وفي الاخر كده دايما بيقولوا انت الحاجه اللي بتاكلها، يعني بني ادم شكله بيبقى حسب ما بياكل. هنقعد ناكل حاجات بتتخن كده؟ لان لو كان كده كان زمان انا قدرت فول قاعده جنب منك. انت ما بتاكلش يا كريم، لا انت ما بتاكلش اصلا، لا بجد يعني ما شاء الله. مش عايزين، في ناس عندهم الحرق بيبقى عالي جدا فبيحرقوا اصلا. بس بقى الحاجات دي بتتنزر يا استاذه. نورتينا يا استاذه امنيه، اهلا بيكي دايما. هنستاذن حضراتكم ونطلع فاصل، ثم عوده مره ثانيه العشر الصبح في الاهلي. اتفضل. بطموحات واهداف جديده يبدا فريق الكره بالنادي الاهلي مشواره في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بمواجهه المريخ السوداني مساء اليوم، بعد ان اغلق صفحه كاس العالم للانديه المليئه بالمواجهات القويه والانجازات، ليفتح صفحه جديده لبطوله جديده تسجل في تاريخ القلعه الحمراء. الأهلي يواجه عدة غيابات بسبب إصابة بعض لاعبيه عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن الأهلي دائما بمن حضر، وهو ما جعل بيتسو موسيماني المدير الفني يسارع في تجهيز البدائل على الفور للمشاركة أمام بطل السودان. أما المريخ السوداني بقيادة مدربه الجديد التونسي نصر الدين النبي، يدخل اللقاء متصدرا مسابقة الدوري المحلي برصيد 19 نقطة بخوض 9 مباريات، فاز في 5 مواجهات وتعادل في 4 ولم يتلقى أي هزيمة، مسجلا 12 هدفا وسكنت شباكه 3 أهداف. ويعتمد على صفقاته الجديدة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب القاري. وعلى الرغم من تساوي المريخ والأهلي في عدد المباريات المحلية، إلا أن المارد الأحمر يتفوق في المعدل التهديفي، حيث سجل 19 هدفا بينما سكنت شباكه 4 أهداف. الأهلي العالمي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، ويستهدف 3 نقاط لتكون ضربة البداية الطريق نحو النجمة العاشرة. يا أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. النهاردة إن شاء الله هتكون أولى مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام فريق المريخ السوداني. أكيد هنحتاج نتكلم مع حضراتكم وبالأرقام وبالإحصائيات عن الفرقتين، ما لهم وما عليهم. الكلام ده هيحصل مع دكتور أحمد بيومي محلل الأداء اللي منور الدنيا في الاستوديو. صباح الفل يا فندم. صباح الفل على حضرتك. أهلا بيك. الحمد لله تمام، كله زي الفل. برد شوية، أنا حاسة إن البرد جاي من بره، يعني هم كنا فاكرين التكييف قالوا لنا قافلينه صح؟ بس ده وبرضه منعكس على الاداء اكيد. صح، هتحس ان احنا على كل حال. نبدا بقى مع حضرتك، ومعلش انا عايزه ابدا من فكره هنا الارقام التحليليه الخاصه بلعيبه الاهلي، لو هنبدا بيها في المونديال، لان الارقام المفروض ان هي كمان ظهرت، فحابين ان احنا نعرف، لان في كمان عندنا لعيبه تميزوا جدا منهم كمان الشناوي، فخلينا نعرف. طبعا طبعا، هو يمكن الارقام اللي كانت في المونديال ظهر عليها بصوره واضحه الارقام الدفاعيه. الارقام الدفاعيه ظهرت بشكل كبير جدا مقارنة بالأرقام الهجومية، وده كان واضح في معدل التهديف في البطولة نفسها. يمكن لو استعرضنا أول جدول هنلاقي طبعا إحنا عندنا عدد الأهداف في البطولة أز توتال 12 هدف فقط. طيب ده مش معناته إن البطولة كانت ضعيفة، ده نتيجة نظام البطولة في العموم. بنظام البطولة أنت عندك النهاردة ممكن فرقة بتلعب مباراة واحدة بتطلع على طول على النهائي، نفس الكلام ممكن تلعب مباراه تلعب على قبل النهائي، فبالتالي اي فرقه بتنزل المباراه بتبقى عندها حذر دفاعي، تبتدي تقفل دفاعاتها علشان بقدر الامكان انها تطلع بالفوز، فده انعكس على المعدل التهديفي. في المقابل ظهرت الارقام الدفاعيه بشكل كبير. يعني برضو ممكن نستعرض الجدول الثاني، هنلاقي على مستوى اللاعبين اللي موجودين في البطوله، هنلاقي عندنا هداف البطوله اللي هو طبعا اندري بيري لاعب نادي تيجرس جايب 3 اهداف. نفس الكلام في الترتيب الثاني عندنا طبعا ليفاندوفسكي لاعب البايرن جايب هدفين. اشترك بعد كده 7 لاعبين في المركز الثالث، 7 لاعبين هم اللي كل واحد منهم جاب هدف، منهم طبعا حسين الشحات لاعب نادي الاهلي كل واحد منهم جاب هدف. ده على مستوى الهدافين. على مستوى برضو التمريرات، انا ليه برضو ببتدي استعرض التمريرات؟ علشان عندنا عمرو السوليه ظهر بشكل واضح، كان ترتيبه الخامس، عامل 173 تمريره. عايزين نقول ترتيبه الخامس من 107 لاعبين، يعني عندنا النهارده بنتكلم عن بالظبط عندنا 107 لاعب لعبوا البطوله، لو شلنا كمان الستة حراس المرمى فهو ترتيبه الخامس، فطبعا ده ترتيب متقدم جدا. طبعا نخش برضو على رقم مهم جدا بقى عندنا اللي هو استخلاص الكره. ليه الرقم ده مهم؟
الرقم ده مهم دفاعيا. انت النهارده استخلاص الكره المقصود منها ان اللعيب بيبتدي يضغط على المنافس، بعد كده بيقطع الكره، وبعد كده الهجمه. فمش مجرد ان انا بقطع الكره او بفسد الهجمات للمنافس، لا، انا المقصود من استخلاص الكره ان انا ازاي استخلص الكره من المنافس وبعد كده ابني هجمه بالظبط استفيد منها. ظهر ان عندنا اعلى اثنين على مستوى البطوله كانوا من النادي الاهلي، يعني اعلى لعيبه عملوا استخلاص الكره عندنا بدر بنون استخلص 25 كوره على مستوى ال 107 لاعب. عندك هو الاول في استخلاص الكره، نفس الكلام ثاني لاعب ايمن اشرف استخلص برضو 25 كوره، يعني عندنا اعلى اثنين استخلاص الكره في البطوله از توتال عندنا بدر بنون وايمن اشرف. نفس الكلام محمد هاني كان ترتيبه الثامن. فاللي عايزين نقوله ان احنا دايما في العشرة المراكز الاولى في منهم النادي الاهلي كان موجود بالظبط بالظبط بالظبط. ندخل بعد كده برضو على قطع التمريرات، عندنا اللعيب اللي هو ترتيبه الاول اللعيب دييجو لاعب نادي تجرس برضو كان قطع 23 تمريره. يدخل بعد كده في المركز الثالث برضو حمدي فتحي عمل قطع 10 تمريرات، يعتبر هو ترتيبه الثالث من 107 لاعب، برضو دي ارقام مميزه جدا دفاعيا اكيد. نيجي برضو لاخر رقم دفاعي اللي هو الالتحامات الدفاعيه. المقصود بكلمه الالتحامات الدفاعيه بها دي مثلا متضمنه بقى استخلاص الكره، متضمنه الالتحامات الهوائيه، متضمنه الالتحامات الارضيه. اي التحام دفاعي النهارده بنلاقي ان عندنا حمدي فتحي ومحمد هاني وايمن اشرف محققين المركز الرابع، المركز الخامس، المركز السادس على مستوى ال 107 لاعب. فاحنا بنتكلم في ارقام دفاعيه النادي الاهلي ظهر بيها بشكل واضح جدا، وكان في تفوق واضح جدا. وبرضه عندنا محمد هاني قدم بطوله اكثر من رائعه، بدا ان هو يقدر لعب عليه مراكز متقدمه جدا زي الاجنحه بتاعه البايرن، لعب عليه الاجنحه الدحيل في بدايه البطوله، كل ديت ادته خبرات. ظهر ان هو قدر يقطع اكثر من تمريره، قدر يستخلص الكره، فهو ظهر في البطوله بشكل واضح جدا. متميز فعلا محمد هاني بالظبط بالظبط. ده كده بالنسبه. ممكن ندخل برضو على حراس المرمى في البطولة. أيوة. بالظبط حراس المرمى طبعا الشناوي مفيش حد يقدر يختلف على أدائه. الشناوي النهاردة يعتبر أكتر حارس في البطولة تم تسديد الكرات عليه، اتسدد عليه 17 تسديدة، صد منهم 15 دخل فيه الهدفين فقط. تاني حارس اللي هو حارس تم تصويب عليه 16 تصويبة، صد منهم 11 دخل فيه 5 أهداف. الرقم بقى الاخير هو الرقم الطريف شويه اللي هو مانويل نوير اتشاط عليه 4 تسديدات فقط، هو اقل حارس اتشاط عليه تسديدات دول اللي عرفوا يوصلوه بالظبط اصلا بالظبط. ده كلام حضرتك صحيح في ايه؟ ان النهارده اتشاط عليه 4 تصويبات ده يحمل معنيين، يا اما انت قدامك خط دفاع قوي جدا قادر ان هو يعمل بلوك لاي تصويبه، يا اما انت مهاجم على طول بالظبط، يا اما انت فرقتك فعلا عامله هجوم على طول ضاغط فما فيش فرصة ان الفريق اللي قدامك ان هو يجي عند حدود 18 بتاعتك ويصوب. هو لم يختبر اصلا في كاس العالم للانديه اللي تم اختباره فعلا واثبت جداره زي ما احنا بنتكلم الشناوي. الشناوي اتشاط عليه 17 تصويبه، هو اعلى معدل في البطوله كلها وصد منهم 15 تصويبه. دي يمكن ارقام سريعه كده تواجد لاعبين النادي الاهلي من ضمن ال 107 لاعب اللي موجودين في البطوله او اللي شاركوا فعلا في الملعب. احنا بنتكلم على 107 لاعب اللي فعلا نزلوا ارضيه الملعب. طيب حلو جدا. لو احنا بقى هناخد من المونديال نيجي على دلوقتي بقى الماتش بتاع النهارده، البعض بيقول ان المشاركه في المونديال والمجهود البدني والنفسي والذهني اللي كان موجود للعيبه ربما هيؤثر على اللعب النهارده، والبعض الاخر بيقول لك ما عندناش الكلام ده، احنا الاهلي احنا بنقفل صفحه وبنفتح صفحه من تاني يوم على طول. فخلينا نعرف لحضرتك الموضوع التاثير على حته الاجهاد بيتوقف ان انا النهارده لازم يكون عندي استشفاء كويسه جدا، عندي تغذيه عاليه جدا، وخصوصا ان ده ممكن لا ممكن يدخلني في مرحله ان انا جاي من بطوله انا جاهز انا فت انا في الفورمه مش داخل في بس برضه احنا عندنا اصابات تمام. فهي دي النقطه السلبيه اللي ممكن احنا النهارده هنواجهها في المباراه بتاعت النهارده. علي معلول، حسين الشحات، ايمن اشرف، ووليد بس حسين الشحات ايقاف مش اصابات ووليد سليمان، يعني دول الغيابات. الغيابات طبعا عناصر اساسيه وليها تاثيرها، ولكن طبعا المقوله الشهيره اللي احنا عارفينها الاهلي بمن حضر. ان شاء الله النهارده الاهلي هيثبت تواجده باذن الله في مباراه المريخ السوداني. جميل. طيب احنا طبعا كلامنا مع حضرتك لم ينتهي بعد، هنستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشه. اتفضل.
بحضراتكم مره ثانيه، وخليني بقى انا وكريم نكمل مع حضرتك دكتور احمد ونتكلم على المباراه اليوم، واكيد لو هنتكلم ثاني وده موضوع اعتقد يعني قتل بحثا، ولكن مهم ان احنا نخش في التفاصيل اللي ما حدش اتكلم فيها قبل كده. المريخ السوداني احنا لو هنيجي نتكلم عنه تحديدا لعب 4 مباريات اخيره لو احنا هنتكلم او نحللها، تعادل في او يمكن اكتر كمان، تعادل في 3 أو 4 وفاز في واحده. فهذا الاداء هل حضرتك شايف ان هو يعني مبشر بايجاب ام سلب ليه هو كفريق مش لينا احنا؟ هو فريق النهارده بيعتمد على التدعيمات وهيأثر عليه ان هو دايما خارج ملعبه بيبتدي يلعب على النواحي الدفاعيه بشكل كبير، مش عاوز يخسر، مش هجوم يعني بالظبط. ولكن في ملحوظه من خلال اللي حضرتك قلتيه، هو على ارضه ما تهزمش ولا مره. انا بتكلم على السيزون الحالي سواء على المستوى الدوري او على مستوى المباريات الافريقيه ما تهزمش على ارضه خالص، وتعادل فقط. بالظبط بالظبط. يعني برضو احنا بنتكلم النهارده المستوى الدوري في السودان عامه هو مش دوري قوي، هو مستوى متوسط، ولكن احنا دايما الاهلي بيحترم الفريق المنافس وبيديله قدره. اكيد بالظبط. فخلينا نستعرض برضو المشوار الاهلي ومشوار المريخ على المستوى الدوري. تمام. هنلاقي برضو هما الاثنين لعبوا 9 مباريات، ترتيب طبعا في مباريات مؤجله في الدوري السوداني لفريق الهلال، يعني السنه دي فريق المريخ هو الترتيب الاول، ولكن في مباراه مؤجله لفريق الهلال لو كسبها يبتدي هو يبقى الفريق الايه رقم واحد. هنلاقي برضو من النقاط او الارقام المميزه هنا، هنلاقي ان هو دخل فيه 3 أهداف فقط. تمام. ده رقم برضو بيدينا مدلول ان هو الناحيه الدفاعيه بتاعته بتبقى مرتفعه، هو بيلعب على النواحي الدفاعيه كويس. برضو خلينا نقول ان هو بيلعب على المخزون البدني بشكل كبير وبيلعب على الالتحامات القويه، خصوصا في الشوط الاولاني، بعد كده المخزون البدني لوحظ في الشوط الثاني بيبتدي ينزل. عشان كده النهارده مستر بيتسو بيأكد على ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا ننهي المباراه من الشوط الاول، لان برضو عايزين نلعب على حته ان الاجهاد اللي ممكن يتعرض ليه النادي الاهلي نتيجه خوضه المباريات القويه. بالظبط. طيب. بالظبط. في برضه ممكن نستعرض المشوار في على المستوى الافريقي، هنلاقي ان هو لعب 4 مباريات، وطبعا لعب مباراه قويه جدا مع انيمبا النيجيري وكسبه على ارضه، في المقابل برضه انه خسر في المباراه لما طلع من بره ارضه. يعني هو دايما على ارضه بيلعب بشكل واضح جدا قوي جدا، المخزون البدني عنده بيبقى عالي نتيجه الاستثاره ان هو بيلعب على ارضه. ولكن برضو حتة الأرض، احنا بنتكلم على البنية التحتية في السودان، الأرض أو النجيلة مش على المستوى العالي، عشان كده احنا إن شاء الله نحقق النهاردة نتيجة إيجابية عشان نتجنب أي حاجة ممكن تحصل في المباريات اللي هي مباراة الذهاب. بس دي كده الأرقام. هو لما يكون الفريق متعود، أنا مش بتكلم على الأهلي، بتكلم على فريق المريخ، لما يكون الفريق متعود إن هو بيلعب زي الفل وبينتصر على أرضية ملعبه اللي هي مش قد كده قوي ويروح يلعب ماتش على ملعب زي الفل، ايه بقى اللي بيحصل؟ بيحس بغربه وقتها، ولا بالعكس ادائهم بيتطور نظرا لان الملعب ممكن لطيف؟ ممكن في النقطه زي دي اللي بيحصل تطور للفريق بقى المنافس هو اوريدي بقى بيلعب على ارضه. تمام. وهو الفريق المريخ السوداني مش متعود على الارض اللي راح يلعب عليها، فبالتالي بيحصل انخفاض في مستواه. فاي فرقه النهارده دايما بتبقى على الارض، بتلعب على ارضها في طول في موسم الدوري فبتبقى متعوده، على العكس اللي بتبتدي تخرج من بره ارضها الفريق المنافس بيبتدي هو اللي يلعب على ارضه، فبيبقى متعود على الارض اللي بيلعب عليها، خصوصا ان الارض في زي ما اتفقنا في السودان الارض مش او البنيه التحتيه عامه مش عاليه. لكن هم عموما يعني الى جانب المدرب المستجد عندهم فريق المريخ، كمان هم استعانوا في الفتره الاخيره ب5 صفقات بالزبط، من اللعيبه من جنسيات مختلفه. بالظبط. نيجيريا كمان، نيجيريا وفي جامايكا في الهجوم. الى اي درجه ممكن الموضوع ده ياثر في مباراه النهارده؟ هل هيبقوا قوه ضاربه ولا ممكن يبقى بالعكس ما لحقوش يندمجوا قوي مع بقيه اعضاء الفريق؟ يعني رؤيتك للتفصيله دي عامله ازاي؟ التفصيله ديت هي رؤيتي فيها تبقى من حته ان هو النهارده الاول مش هيفتح خطوطه، مش هينزل بقوه ضربه كبيره، لانه هو عارف هو راح يلعب النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي، عارف ان فريق النادي الاهلي جاي النهارده ثالث عالم حقق البرونزيه، فبالتالي هو النهارده هيلعب على استحياء شويه في الناحيه الهجوميه. هو طبعا من المتعارف عليه ان احنا بنلعب بخطه 4-2-3-1، يمكن في اخر مباراتين هو لعب ب 4-4-2، لكن ما اعتقدش النهارده هو هيلعب ب 4-4-2 قدام النادي الاهلي. يمكن عندنا برضه صوره بتثبت اللعب اللي بيلعبوها، كانت في مباراه انيمبا النيجيري لعب ب 4-2-3-1. زي ما قلت لحضرتك هو عارف قيمه النادي الاهلي، النهارده هيلعب
مش هيفتح خطوطه قدام النادي الاهلي، ممكن يبتدي يهاجم على استحياء هجمه او اثنين بحيث ان هو يقول انا متواجد. بس دي النواحي الدفاعيه اللي انا بتخيل ان هو النهارده هيلعب عليها. طيب كويس جدا. انا ممكن اسال سؤال جنرال شويه؟ اتفضل. يعني لو هنتكلم عن الدوري الحالي، تمام، حضرتك شايف ان كده احنا لعبنا كذا ماتش وبعدين سافرنا وبعدين بنستكمل الاداء لحد دلوقتي للاهلي، حضرتك نظرتك ليه مقارنه بالدوري السابق؟ واحنا كنا متالقين بشكل رائع بصراحه في الدوري السابق، وتقال يعني حسم من البدايه، فالدوري الحالي احنا الحمد لله احنا ماشيين كويس. يمكن التعديلات اللي جت برضو احنا بنقول ان المدير الفني لسه يا دوبك اول ما جه دخل على بطوله، دخل في بعد كده مباراه ثانيه على بطوله، ما لحقش ان هو يحط لمسته بشكل واضح. عاوز النهارده يثبت التشكيل بتاعه، ودايما في متغيرات داخله معاه، عايز يجرب اللعيبه، عايز يجرب لعيبه كتير بالظبط. وفي النهارده متغيرات داخله معانا، عندك النهارده الاصابات اللي بتحصل، عندك طبعا كوفيد 19 بيحصل لك اصابات في اللعيبه، فكل دي متغيرات هو النهارده بيحاول بقدر الامكان يتغلب عليها ويثبت التشكيل. لكن لو بنتكلم على مستوى النادي الاهلي النهارده، انت بتتكلم على اقوى خط هجوم في الفرقه في الدوري، اقوى خط دفاع. ان شاء الله لما نرجع الاهلي المباريات المؤجله هيرجع تاني للمركز الاول، فالحمد لله هو لحد النهارده هو ماشي بشكل كويس جدا. كويس جدا. هل اداء النادي الاهلي بيختلف باختلاف البطولات؟ يعني هل اداء النادي الاهلي في الدوري المحلي غير اي مباراه افريقيه، غير اي مباراه في مثلا كاس العالم للانديه؟ طبعا اي بطوله بيبقى ليها المنافس انت راح تلعبه بشكله ايه اصلا، زي ما قلنا قبل كده الارقام العامه للفريق، هل هو بيلعب على استحواذ، هل هو فريق بيلعب على الهجمات المرتده، هل هو فريق بيعمل بيلد اب للهجمات، هل هو بيلعب على الكرات الطوليه، ده بيخلي شكل الاهلي يبتدي يدرس الفرقه اللي قدامه، وبناء عليه شكل الاهلي بيتغير كشكل اداء. لكن في العموم هو الاهلي كورته واحده، هو دايما بيلعب على الهجوم، عاوز دايما يفوز، ما بيلعبش على التعادل ولا انه يخسر. فدي كده مبادئ عامه، لكن بيبتدي يحصل بس تغيرات خفيفه في شكل الاداء، وده يمكن شفناه مع برضه مع مدير فني، ان هو في كذا مره يلعب مره ب 4 2 3 1، مره يلعب ب 4 3 3، ساعات بيلعب ب 4 4 2، وفي نفس جوه المباراه الواحده بنلاقي برضو اللعيبه بيتغير مراكزها مره واثنين وثلاثه، ما بيثبتش على طريقه واحده. جميل. طب رؤيه المدير الفني التونسي الجديد اللي هو ما بقالوش تقريبا اسبوعين دلوقتي مع المريخ السوداني، وفكره حديثه، احنا اتكلمنا في ده في الانترو، حديثه عن الاهلي ان هو طبعا كان بيهزر بيقول ربما انا يعني ممكن اكون اتظلمت في القرعه اللي حصلت، لكن انا سعيد طبعا ان انا بواجه نادي كبير زي الاهلي، وكان ليه كام تصريح يعني لطيف بصراحه. فبتشوف ازاي برضو، لان هو مهمه صعبه، هو يعني ان هو برضو ما بقالوش كتير، واول قسم بيواجهه بنتكلم قوي هو الاهلي، بطل افريقيا. هو برضو صرح تصريح مهم جدا، هو قال لحضرتك ان الاهلي هو كتاب مفتوح، ودي حقيقه. اي نادي النهارده نتيجه المنظومه التحليليه اللي موجوده حوالين العالم بتبقى انت تقدر تدرس الفريق اللي قدامك، يعني ولكن يتوقف حاجه واحده، طريقه تنفيذ الفريق المنافس للخطه اللي هيحطها. يعني انا النهارده رايح عارف الاهلي بيلعب مين، وعارف الاهلي كلنا عارفين الاهلي بيلعب مين، بيلعب بخطه 4 2 3 1 او بيلعب 4 3 3، وعارف مين اللعيبه وعارف شكل الاهلي، ولكن انا النهارده ايه بقى دوري او ايه دور اللعيب ان انا النهارده اقدر اواجه الخطه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. يعني زي ما هو بيقول فعلا الاهلي كتاب مفتوح، ولكن يتوقف تنفيذه. أيوة. لانه يقدر يواجه قوه النادي الاهلي. صح. طيب دلوقتي يعني اخر سؤال بقى لحضرتك، في المشوار الافريقي الحالي ورحله البحث عن النجمه العاشره، شايف فرص النادي الاهلي عامله ازاي؟ اقول لحضرتك انا دايما متفائل. حلو. ان شاء الله، ويمكن الحمد لله، يمكن مش عايز اقول بقى ان احنا وشنا حلو على النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي وشه حلو علينا، وشنا حلو على بعض بالظبط، من اول الدوري وبعد كده الكاس مرورا بافريقيا وثلاثه، ان شاء الله هيبقى، وخصوصا ان المجموعه انا شايف ان شاء الله المجموعه ان تقدر تطلع اول مجموعه ان شاء الله بتحقيق الانتصار، خصوصا في المباريات اللي تبقى على ارضك، عشان طبعا زي ما احنا عارفين في افريقيا الملاعب هناك بتبقى الموضوع سيء جدا، خصوصا ان احنا في مباراه الذهاب مثلا مع سونيدب كسبنا هناك 1-0 نتيجه ان الارض كانت في منتهى السوق، جينا في القاهره كسبنا 4. فانت بقدر الامكان دايما المباريات اللي تبقى على ارضك تحسمها، وبيبقى كمان بفرق اهداف، بحيث ان انت يبقى ليك الافضليه والاغلبيه ان انت تطلع اول مجموعه باذن الله. يا رب. نورتنا يا دكتور. ليا شرف دايما اكون معاك دايما. شكرا ليك. احنا بنسعد بوجودك. وبالتوفيق ان شاء الله النهارده للفريق. يا مسهل الحال، وان شاء الله ان عشت وكان باذن الرحمن نبتدي الحلقه من هواند وهي بتقول صباح النصر. يا رب ان شاء الله، نشوفكم على خير، الى اللقاء.